انا هبدا دلوقتي صح ولا نستنى تمام اوكي هاي ايفرون انا مش شايفكم كويس بس uh, um, احنا ظبطنا بس شويه في الالوان معلش اتاخرت عشان الموضوع ده هو لسه ما ظبطتش قوي يعني بس عايزكم تتخيلوا معايا بس الاهم من الصور ممكن تبقوا تشوفوها على الويب سايت بس uh, خلينا نتكلم في الكونسيبتز الاول um, انا اسمي نور الرفاعي uh, انا اركتيكتشر PHOTOGRAPHER uh, درست عماره في جامعة القاهرة من من أكتر من عشرين سنة و بشتغل فول تايم يعني اركتكشر فوتوغرافي بقالي من بالظبط 2005 أنا كل لما باجي هنا يعني بدي توكس عادة ببقى محضر قوي يعني كل حاجة وبقولها ورا بعضها علشان دايما بأخر بتاخر شويه عن الميعاد اللي هو كان 1 اور فهو قال لي ان هو ما اكتر من كده المره دي مريحين شويه فهدي وقت اطول للاسئله وممكن لو عايزين تسالوا في اي وقت عادي يعني ممكن بس انا مش هبقى شايفكم يعني حد بقى يقول لحد علشان انا عايز يبقى في ديسكشن شويه المره دي انا مش حاولت ما احضرش كتير علشان اقعد افكر معاكم يعني انا 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 عندي كونسبتس واضحه بتكلم فيها بس في حاجات كتير انا ه... يعني انا عايز اعرض لكم انا بفكر ازاي عامه في شغلي حسيت ان ده اهم من ان انا اجي اروح قايل الكلام على طول كده وباي باي يعني ف فهيبقى في شويه تفكير وشويه اسئله اي هوب يعني طيب التوك اسمها كونسبتس اند تولز وهي مش يعني مش مش فيرسس هو دايما الكونسبتس والتولز بروح وبرجع ما بينهم يعني ايه يعني انا بيبقى عندي فكره مثلا يعني وانا بدرس في عماره اكتشفت ان احنا بندرس المباني كلها والاركتكتشر ثرو كتب وصور برضو خلي بالكم الكلام ده 2001 2002 لسه ما فيش قوي سوشيال ميديا بس في كتب وفي ماجازينز وفي انترنت يعني بس كان لسه يعني جوجل بعافيه شويه وبنبص على ماجازينز وكده فكل اللي بندرسه بندرسه على ورقه 2 دي اوكي اركتكتشر از مينت تو بي اكسبيرينسد في الفراغ ماشي فاي حد اركتكت منكم فاهم يعني ايه انت بتديزاين سبيس او ستراكشر الناس بتستخدمه وبتتعامل معاه بكل السنسز بتاعتها five سنسز يعني بتمشي في الفراغ الفيجوال طبعا حاجه من الاهم من اهم السنسز بس انت كمان بتسمع الحاجات في الفراغ بتحس بتلمس تكتشرز ممكن تشم الاولفاكتري اكسبيرينس بتاعت المكان ف الفوتوجرافر بقى او يعني احنا لما كنا بندرس في عماره كنا فاكرين ان هي خلاص هو ده المبنى لما بدرس مثلا في هيستوري اوف اركتكتشر وادرس اي حاجه مثلا سيتدل او حاجه فاحنا شايفينها من خلال صور بتاعت حد شخص الشخص ده مجهول احنا ما نعرفوش الشخص ده بيشوف ازاي بيفكر ازاي هو الشخص ده اصلا اكسبيرينس المكان ازاي ماشي فده كل ده اكتشفت ان انا وانا في الجامعه ان في تاثير قوي قوي للميدل مان ده اوكي اللي هو راح صور المكان وبعدين احنا بقى ده الايمج بتاعتنا عن المكان انا فاكر ان مثلا اوبرا سيدني هي بالشكل ده خلاص انا شفتها هو مش واحد بقى هو ممكن يكون مية 100 شخص وكلهم بيأثروا على بعض يعني انا لما ادرس اوبرا سيدني وبعدين تديني كاميرا واروح اصورها انا متاثر اوريدي باللي درسته باللي شفته قبل كده فبروح بعندي عندي بريكونسيفد نوشن كده او عندي تخيل ان هي شكلها كده، اوكي؟ الواقع بقى ان ودي اول كونسبت هتكلم فيها ان كل سبيس او كل ستراكشر هو ليه ديفرنت رياليتيز، كل واحد فينا بيستخدم السنسز بتاعته وبيفهم الرياليتي بتاعت المكان ده او بيكون رياليتي خاصه بيه، ماشي؟ في حاجه اكبر يعني انت بتاخد جزء ماشي لكن لما تروح مثلا اوبرا سني وتلف فيها وتبدا تشوف انجلز مختلفه عمرك ما كنت بتشوفها قبل كده وانت بتدرس هتفهم ان الأركيتكتشر اكبر بكتير قوي من اللي احنا بنشوفه ماشي وده بيديني فكره ان انا بقى كفوتوجرافر محتاج اشوف اكبر كم من الرياليتيز وابدا اكسبيرينس المكان واخد كل المعلومات الفيجوال بقى طبعا لان انا دلوقتي مش مش هقدر انقل لك انا شامم ايه او سامع ايه انا بنقل لك مينلي الفيجوالز فدي الجيم دي 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 اللعبه بتاعتي دي اللعبه اللي انا بلعبها من اول ما اتخرجت ودي ال ودي اللي انا بحبها يعني ان انا بحاول اشوف يعني اشوف اكتر اشوف اكتر بمعنى ايه بمعنى ان انا بلف في المكان بحاول اغير البرسبشن بتاعي بغير بيرسبكتيفز بشوف المكان في توقيتات مختلفه الشمس بتعمل ايه في السبيس فدي كلها ديفرنت رياليتيز الزوايا اللي انا بستخدمها فده بي ازاي انا بقى بشوف اكتر واستخدم التولز بتاعتي كلها علشان اعرض ده للناس في الاخر في سلكشن في الاخر انا بختار وده حاجه سبجكتف انا بختار على اساس ايه فانا ليا تدخل بما اني درست اركتيكتشر انا بحاول ان انا لما بصور بروجكت لاركتكت ان انا افهم هو دماغه عمل الديزاين ده لهدف ايه وامشي في الاتجاه بتاعه ماشي احنا عشان كده احنا بنتكلم نفس اللغه لما حد بيجي شويه من بره الفيلد فوتوجرافر بس مش فاهم شويه في الاركتكتشر محتاج وقت علشان يبدا يفهم لغه المعماري اللي بيصمم الحاجه دي كان قصده ايه او عايز يعمل ايه لان هو الهدف بتاعه او الديزاين الاصلي بتاعه مش شرط انه بيتحقق في الواقع 100% في عوامل تانية كتير قوي بتحصل في حاجات في التنفيذ بتتغير فانا بحاول ارجع للاوريجينال ديزاين بالانجل بتاعتي وممكن كمان ان انا بفهم منه ان اللون ده مثلا او التون ده هو كان عايزه يبقى اغمق بس حصل ظروف عوامل ممكن تبقى عوامل جويه ممكن تبقى عوامل في الـ في, في الدهان في اي حاجه فانا بحاول اوصل للاوريجينال ديزاين بتاعه بس في نفس الوقت انا بتعامل مع واقع ماشي بتعامل مع رياليتي كل ما بقى اكسباند الرياليتي دي اقدر اختار منها اكتر. فالسلكشن لما انت بتختار من خمسه غير لما بتختار من 20، لما بتختار من خمسه ممكن تختار حاجه انترستنج، لما بتختار من 20 تقدر تطلع خمس حاجات انترستنج، هي نفس هي الفكره في احنا هنا بنتكلم على على كوانتيتي دلوقتي، كوانتيتي اوف انجلز مثلا، لان انا عندي رياليتي اكبر بس بختار منها، ماشي؟ وبالتالي بيبقى كمان اسرع في الـ في ان في في انا بدل ما انا مثلا باخد ساعتين علشان اصور انجل انا ممكن اخد نص ساعه اصور فيها عشرة لان انا شفت هندرت واخترت منهم فالبروسس بالاكسبيرينس تبقى اسرع كتير قوي ان انت بتشوف اكتر طيب نيجي نشوف ازاي انا بحقق ده وده انا حاجه بشتغل عليها بقالي سنين يعني وبقولها في كل التوكس فلو حد حضر التوك هتلاقيني بعيد نفسي في حاجات معينه فكرة إن أنت عندك حاجتين بتتحرك ما بينهم perception و perspective perception اللي هو عينك بتشوف الحاجة وبعدين بتبعت التفاصيل دي للمخ إحنا كل ده دلوقتي ماسكين بقى السنس اللي هي الفيجوال أوكي أنا قلت لكم إحنا كلنا بنكون الرياليتي بالفايف سنسز وكل سنس أنت بتعتمد عليها أنا لما بركز قوي في الفيجوال سنس أنا بنسى اللي أنا شمه واللي أنا سمعه وانا بشتغل لان انت لما مخك بيعتمد على سنس السنسز الثانيه كلها بترجع في الباك جراوند ولا قدر الله لما بتفقد سنس التانيين كلهم بيطلعوا بيبقوا اقوى فبتلاقي نفسك بتسمع اكتر اقوى بكتير هي مش الودن مره واحده بقت اقوى هو انت مخك اعتمد عليها اكتر فانا مخي معتمد قوي على الفيجوال سنس فالبرسبشن في انواع منه احنا كلنا بنشتغل ببرسبشن اللي هو باي ديفولت اللي هو انا بكون كاتيجوري لكل حاجه انا بشوفها فبشوف كرسي ده وانا صغير بفهم ده استخدامه عامل ازاي وبجرب السنسز بتاعتي كلها عليه لما بتدي حد طفل حاجه جديده بيبدا يكونها الاول فبيبدا يعمل لنفسه كاتيجوري في دماغه ويفتح كده فولدر ويسميه دي برتقالة مثلا بعد ما شاف بقى كل حاجه التكتشر بتاعها بيلمسها بيحطها في بقه عشان يتيست بيحاول يسمعها بيقعد يهزها فبيجرب كل السنسز الفيجوال سنس بيعمل فيها ايه؟ بيبدا يرسمها اوكي هو لسه مش عارف دي ايه بيبدا يرسمها بيرسمها خطوط ونقط وبيكونها في مخه اول ما بيخلص بيبدا يفتح الكاتيجوري ويحط الاوبجكت ده فانت دماغك ماشيه بكاتيجوريز فلما بتخش مثلا هنا القاعه ما تقعدش تبص على كل التفاصيل الحاجات لان دماغك عايزه دايما ترمي كميه الانفورميشن اللي بتخش لها العين اذا انكريدبل ماشين كل عين منهم بتبعت تفاصيل كتير جدا للمخ مخك بيرمي كل التفاصيل دي علشان يفهم انا عايز افهم ان ده كرسي فخلاص مش هقعد ابص على كل تفاصيله انا عارف استخدامه هقعد عليه او لا وبيبقى فيه بيهيفير بقى اللي هو الكرسي ده شكله مريح الكرسي ده شكله مش مريح وهكذا بس ما بتقعدش تكونه او ترسمه من اول وجديد زي وانت طفل الفوتوغرافر بقى محتاج يرجع تاني يحاول ما يفهمش الحاجه طبعا دي صعبه جدا لان انت ما تقدرش غصب عنك انت فاهم ان ده كرسي لكن بالبراكتس انت بتبدا تبطئ تبطئ او تاخر تديلي الريكوجنيشن تخل ترميه بعيد كده يعني انا مش انا لسه مش فاهم الحاجه دي انا هبدا ابص عليها وببص هي بتتكون ازاي التيبل دي في حته مسافه وبعدين في اربع عصيان العصيان دول متكونين مربع ولا مستطيل فببدا اكني برسم الحاجه علشان اقدر اشوف ده فانت بتترك دماغك ان انا مش فاهم الحاجه دي وما عنديش كاتيجوري وانا هكون ليها كاتيجوري جديد في الحاله دي بتقدر تشوف مور رياليتيز عن الاوبجكت لان انت مش ليميتد بالبرسبشن اللي هو التايبولوجي اللي هو انا عندي عارف ان دي ترابيزه وكده مش هقعد ابص على التفاصيل فبتترك دماغك وبتبدا تشوف بقى كل التفاصيل بتاعه الحاجه دي طبعا ده بياخد وقت فانت في حياتك الطبيعيه ما بتعملش ده منطقي جدا لكن لو انت بتصور حاجه محتاج تعمل ده ومحتاج تبراكتس الانواع البرسبشن دي فالبروسس زي ما بشرح اهي بيرسبشن وبعدين ريكوجنيشن اللي هو بتفهم الحاجه وبعدين ايفالويشن اللي هو بتقيمها وبعدين البيهيفير اللي هو انا هقعد على الكرسي ده البيهيفير اللي هو في حاله الفوتوجرافر انا هصور ولا مش هصور ده البيهيفير فانا بحاول بقى ان انا حته الريكوجنيشن دي تنتهي خالص يعني انا ما بفهمش حاجه انا بعمل بيرسبشن ايفالويشن بيرسبشن ايفالويشن بقعد الف في سايكل ببص على الحاجه بطرق مختلفه بزوايا مختلفه وهكذا يعني ايه البرسبشن زي ما قلت لكم التايبولوجي دول كلهم دول ثلاثه ثلاثه كاتيجوريز دي تسميات كتير لنفس الحاجه فانا عندي هنا تايبولوجي اللي هو كرسي انا فاهم كرسي فهصوره زي ما هو كده بكل تفاصيله ماشي عندي نوع تاني اللي هو ميتافوريك او ايماجينيتيف او ريفرنشال اللي هو انت ما فهمتش الاوبجكت انا اديتك اوبجكت فانت مش فاهمه مش عارف تحقق عليه التايبولوجي مش عندكش كاتيجوري ليه فهتبدا تشوف اوكي ده شبه ايه؟ عشان كده اسمه اه، ريفرنشال او اه، ميتافوريك ماشي؟ ده شبه ايه؟ شبه اه برتقانه فهنحطه قريب من الخانه دي ولا شبه مثلا اه كتاب اوكي؟ اه. ف والحاله دي بتحصل معاك ساعات لا تلقى يعني من غير ما انت تقصد اللي هو انت بتبص مثلا على سماء وسحاب وتبدا تشوف وش او تبدا تبص على الجبال وتشوف حاجه فده بيحصل معاك وتقدر انت تختار ان انت تجرب ده ان انت ما تفهمش الحاجه وتبدا تقول هي دي شبه ايه فده نوع تاني من perception النوع بقى اللي انا بحاول اوصل له دايما اللي هو انا مش فاهم الحاجه خالص وببدا ارسمها كاني اول مره اشوفها فدول دول كان مثلا حد مصور صفحتين زباله بس لو انت فاهمهم عمرك ما هتقرب منهم اصلا لكن لو انت مش فاهمهم هتبدا تشوف بتكونهم كانك انت بتكون شويه لاينز وشويه خطوط اوكي طيب على اساس ايه انا بشوف وانا مش فاهم على اساس في بروبرتيز معينه موجوده في حاجات كتير جدا ده كان كتاب كنت قريته برضه من اكتر من عشرين سنه آه ل كريستوفر uh, الكسندر اسمه ذا فينومينا اوف لايف هو اربع كتب بس ده اول واحد فيهم اللي هو بيتكلم على حاجه اسمها 15 فاندامنتال بروبرتيز اوف لايف هو بيقول يعني دي نظريه يعني وابستراكت قوي ان في بروبرتيز بيشوفها في كل الاوبجيكتس uh, ال, يعني هو جايبها من الطبيعه بقى وجايبها من 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 الفيزياء والكلام ده ان ان في بروبرتيز موجوده كل ما البروبرتيز دي بتزيد كل ما احنا كهيومن بينجز يعني بنحس ان الحاجه دي فيها حياه اكتر اوكي فهو لما بيسال حد بيديلهم بيديلهم تو اوبجكتس ما بيسالهمش ايه احلى او ايه اجمل لان الجمله دي بقت خلاص احنا كلنا فاهمين ان هي سبجكتيف 100% في جزء من الاوبجكتيفيتي في اي سنس يعني ايه يعني الموضوع مش اون اوف مش مش سبجكتيف 100% او اوبجكتيف 100% اوكي في رينج فانت مثلا لما بتيجي تيست حاجه احنا كلنا ممكن نقول ان دي بايظه او طعمها مش حلو ففي نوع من الاوبجكتيفيتي في التيست وفي, وفي نفس في نفس كل حاجه في السنسز فاشمعنى الفيجوال اللي احنا اعتبرناها ان الجمال سبجكتيف توتالي totally. لا في بروبرتيز معينه لما بتزيد وده ساينس لما بتزيد الناس بتقول مش هنقول بقى ان دي احلى هنقول ان دي فيها حياه اكتر او دي ميته اكتر اوكي فممكن تسميها انترستنج اكتر وات ايفر المهم ان فيها الشيب ده الناس تحب تتفرج عليه اكتر من الشيب ده. ده وده هدفي في, في البروبرتيز هي دي الاساس ان انا ببص انا انا ما انا خلاص ما انا مش فاهم انا ببص على ايه فانا بستخدم شويه بروبرتيز لو لقيتها اكتر ببدا اتجه لل للسبيس ده او للكورنر ده او للتكوين ده اوكي okay. فانا بشوف تكوينات مع شويه بروبرتيز انا عودت عيني انها تبص عليها في بروبرتيز واضحه قوي وسهله واحنا كلنا عارفينها زي كونتراست مثلا وفي بروبرتيز تانية احنا ما بنفكرش فيها كتير زي مثلا ليفلز اوف سكيل ليفلز اوف سكيل معنى ايه بمعنى ان علشان هو ده برضه بيطبق الكلام ده كله على الاركيتكشر، فانت مثلا المودرنزم لما جت وبدات تعمل الشبابيك كلها تك ويضربها في مية دي ما بتبقاش فيها حياه بالنسبه لنا لان احنا ما بنشوفهاش ابدا في الطبيعه. احنا في الطبيعه بنشوف دايما السكيل في ليفلز منه، زي مثلا لما تيجي تبص على صبار ماشي؟ ما بتلاقيش الصبار كله قد بعضه. بتلاقي صبارة كبيرة وصبارة صغيرة وصبارة فبتلاقي 5 سكيلز أو 10 سكيلز كل ما السكيلز دي بتزيد كل ما عينك بتبدأ تتحرك أكتر وتقعد تبقى يبقى الحاجة دي تحس إن فيها حياة أكتر أوكي وهو بيرجع يقول لك إن ده كله ده جاي بسبب في الطبيعة يعني هو الصبار لما بتحطه في مكان هو بيكبر حسب الجذور بتاعته فهو في دايما ريزن بيهايند البروبرتيز دي يعني البروبرتيز دي مش مجرد حاجه فيجوال وخلاص لا احنا ب... احنا بنستخدمها في الفيجوالز بتاعتنا بس هي كلها في الطبيعه ليها اسباب ليها اسباب بيولوجيه اسباب يعني حقيقيه اوكي فليفلز اوف سكيل ممكن تلاقيه في الاكسسوارز ممكن تلاقيه في الاركتكتشر ممكن تلاقيه تلاقي مجرد ان انت استخدمت عدسه بتخلي لك اللي قدام كبير واللي ورا صغير بيرسبكتيف عشان كده هننط على بيرسبكتيف نيكست إن ده بيحقق لك الليفلز اوف سكيل، اوكي؟ الانجل نفسها اللي انت بتاخدها. ولكن في الواقع نفسه بيبقى فيه كمان ده هتشوفوه. أم. طيب نيجي نتكلم على نقطة تانية مثلا alternating repetition. مش ال repetition العادي اللي احنا عارفينه اللي هو object وعمال بيتكرر. alternating يعني ايه؟ يعني انت احنا قلنا بنكون الشكل بعنينا، ماشي؟ فالشكل ده لو معقد شوية هنقعد نكونه بسنترز اصغر ففي شويه حاجات صغيره انا بتكلم في الهوا انا عارف بس انتوا عايزكم تتخيلوا معايا في سنتر صغيره ليتس سي مثلا الشباك ده حواليه فريم وبعدين الفريم فيه فوقيه تفصيله كده باترن والباترن بتتغير وبعدين في باوندري تاني باترن تانيه فكل الموضوع ده كله هو اللي عمال بيتكرر اوكي okay. لما تدمج النقطه دي مع ليفلز اوف سكيل ممكن تلاقي التو بروبرتيز في في لو انت مسكت محراب بتاع السلطان حسن هتلاقي فيه ان الالوان يعني مثلا المحراب ده في جزء انت مش عارف تكرره حته واحده مش عارف تكرر حاجه سيمبل انت بتاخد مجموعه كبيره معقده وهي دي اللي عماله بتتكرر وبيحصل ساعه تكرار الترنيتنج يعني مش تك 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 لا كل واحده وواحده واحده وواحده اوكي فده بتلاقيه في ال بتلاقيه كتير بيحصل فلو انت شفته هتصوره ازاي هي انا دايما ببص على بروبرتيز طيب لوكال سيمتريز يعني ايه لوكال سيمتري يعني المكان ما فيهوش سيمتري كامل على بعضه كجنرال هو في ديفرنت شيبس او ديفرنت سبيسز وكل سبيس فيه لوكال سيمتري ماشي يعني مثلا وده بتشوفه في بلانز بتشوفه في حاجات كتير قوي في الاسلاميك اركيتكشر ان مثلا انت دخلت في روم ال... هي مش كلها فيها السيمتري في جزء منها فيه حته سيمتري وبعدين في جزء تاني وده كله بيبقى ليه استخداماته يعني هم بيبقوا مش قاصدين يعملوا ده فيجوال هو بيحصل ان مثلا تلاقي ان الدور ده فيه ال... الحريم مثلا فبيبقى دور اعلى عشان برايفسي والدور ده اوطى واللاندسكيب ماشي في اتجاه معين فالحته دي بس فيها سيمتري والحته دي فيها سيمتري لكن كل اوفر اول ما فيهوش سيمتري بيبقى في حاجه اسمها الديس سيمتري الديس سيمتري اللي هو في اختلاف بسيط بنسبه صغيره 5% مثلا اقل كمان يعني ما بين اليمين والشمال اوكي ده برضو جاي من الواقع ما فيش حاجه بيرفكتلي سيمتريكال في الواقع في ال في سوري مش في, في النيتشر في الطبيعه كل البرفكت symmetrical دي بتبقى ماشينز الإنسان هو اللي عملها لكن في الطبيعة حتى الروتيشنال سيمتري بتاع الوردة تلاقي كل ليف مقاسها مختلف وزاويتها مختلفة الإمبرفكشنز دي دي أج يعني مش هقول بقى فيها حياة أكتر أوكي نفس الكلام إن هي بتبقى إنترستنج لعينك لأن زي ما بقول لكم المخ عايز يرمي التفاصيل اللي العين بتدخلها له على طول فأنت لو إديت له شيب بيرفكتلي سيمتريكال let's say في روتيشنال خمسه فهو هياخد خمس الفلاور ويرمي الباقي ده كله مش هيبص عليه اصلا لكن لو كل ناحيه مختلفه عن الثانيه عينك مش هتقدر ترمي حاجه فهتعمل لها بروسيسنج مخك هيعمل لها بروسيسنج اكتر اوكي نقيس ده بقى على الانسان وشك لو بيرفكتلي سيمتريكال المخ مش هيبذل مجهود جامد انه يعمل بروسيسنج لكل حاجه فهياخد نص الوش ويرمي النص التاني طب ده بيأثر في ايه؟ بيأثر في الميموري انت مش هتفتكر الوشوش لو كلها بيرفكتلي سيمتريكال هي انت بتفتكر ازاي؟ بتفتكر ان مخك مش قادر يرمي الحته دي العين مثلا اكبر من العين سنه وبعدين طرف البق هنا و... فبياخد تفاصيل من هنا وتفاصيل من هنا وتفاصيل من هنا, وتفاصيل من هنا. والشغل البروسيسنج اللي بيحصل ده سبكونشسلي هو ده اللي بيشتغل هو ده اللي بيخليها تثبت في الميموري اوكي طيب انا بقول كل ده ليه لان انا في الاخر بتعامل مع مخك انت الاودينس بتاعي لما بتشوف بالذات المعماريين يعني لما بتشوف الصوره وتلاقي فكره الديسيمتري دي مثلا اكزامبل زي كده مش قادر ارمي الجزء اليمين عشان الجزء الشمال مختلف لأن في انترنس وفي تفاصيل تانية وكل حاجة هي هي الصورة توتالي أنت حاسس إن فيها سيمتري بس ده الديسيمتري ماشي ففي اكزامبلز كتير كده وساعات لما بلاقي إن الصورة فيها بيرفكت سيمتري ممكن نحقق الديسيمتري ده بشخص معدي أوكي والجسم كمان ما فيهوش perfect symmetry هتلاقي الديسيمتري موجود في القلب مثلا وعاده بيبقى الديسيمتري في حاجه مهمه ما ينفعش تبقى الديسيمتري في حاجه مش مش انتريستنج بالنسبه لك لان هي دي اللي هتثبت في الميموري بتاعت الفيور او الحد اللي بيشوف. اوكي طيب اكزامبلز تانيه زي roughness ماشي انتوا ممكن بقى تبقوا تقروا عن عن التعريفات دي كلها في الكتاب يعني بس انا انا بشرح حاجات اللي هي ممكن الناس ما تبقاش واخده بالها منها. roughness اللي هي نفس فكره برضو الديسيمتري بس على النيتشر ان مثلا انت لما بتشوف رخام طبيعي غير لما بتشوف حاجه مصنعه بورسلين مصنع ماشين وعمال بيتكرر اوكي ده عمال مخك بياخد واحده غصب عنك وبيرمي الباقيين كلهم ما بيقعدش ما بتبقاش انترستنج بالنسبه لك لان انت خلاص انت عرفت المعلومات كلها بواحد في المية وسبت المية بلاطة التانيين الرخام أو أي حاجة طبيعية ما بتبقاش كده أي حاجة طبيعية بيبقى فيها رفنس يعني إيه زي الجذور بتاعة التريز مثلا ما فيش واحد زي التاني عينك لو أنت قاعد مثلا بتتضلل مش هتجد يعني أنت مش أنت مش بورد لأن عينك دايما عمالة تتحرك ومخك عمال بيبروسس حاجات مختلفة عن بعض فأنت دايما عينك بتتحرك مش مش ما خدتش حاجة ورمت الباقي فده في كل نيتشر فاحنا بنحاول ان احنا طبعا الاركتكت مستفيد جدا من المعلومات دي لو انت بتدرسها وانت في عماره لان ده بيساعدك في الديزاين لانك انت بقى بتتعامل على سكيل اكبر مع الناس ان الناس هتعيش في المكان ده او هت اكسبلور وتكسبيرينس المكان ده لكن كمان الفوتوغرافر مهم قوي لان انت بتختار من الاركتكتشر على اساس ايه اوكي عشان كده بقول لكم في رياليتيز انا بحاول اوصل لاحسن فيرجن للسبيس انا ما بقولش ان انا بضحك عليكم وبجيب حاجه تانية مبنى تاني واركبه لا انا بتعامل مع واقع هو الواقع ده موجود وانت ات بوينت ممكن تشوفه اوكي يعني انا مثلا مش بطير عشان كده انا ما بحبش مثلا اروح في مكان اصور حاجه البني ادم مش هيمشي فيها في الواقع فانت لو في ممر على بريدج ما بين تو عالي ماشي ممكن اطلعه واخد انجلز منه لكن ما طرش كده بالدرون واصور لاركتكت لان في الواقع دي حاجه ما حدش هيقف فيها يعني يو نيفر اكسبيرينس النقطه دي امتى ممكن نعمل موضوع الدرون لو انا بصور للديفيلوبر وهخش في الكونسبت الثاني ده بعدين بس انا طالما اي منشند ات يعني فدايما انا بحاول اوصل لافضل رياليتي انت ممكن تبص عليها او او تكسبيرينس ات سام بوينت في لحظه ما في العيشه بتاعتك في المكان اوكي طبعا طول ما انت تسيبني في المكان اكتر يعني اكيد لو انا قاعد في مكان عشرة ايام ممكن اطلع اشوف رياليتيز اكتر بس انا ما بيبقاش عندي الـ 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 luxury دي انا عاده وصلت المرحلة ان انا بحاول اكون كل الرياليتيز في خلال نص ساعه وانا في المكان اوكي فده براكتس براكتس طول الوقت انا بعمل بصور كل يوم بصور كل يوم مشاريع كتير جدا فبدات ان انا خلاص بقى عندي بروبرتيز معينه وبطريقه معينه من 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 هي بروسيس يعني هي زي ما بقول لكم ايه هي جيم هي لعبه انا بخش ببروسيس حاجات كتير وببدا اكون كل الرياليتيز اللي موجوده عن المكان واقرر بقى ساعتها عندي بقى تايم وعندي ويذر لو انا بصور اركتيكشر اكستيرير فانا بالنسبه لي مثلا السحاب السكاترد اللي هو الشمس تيجي شويه وتختفي شويه تديني رياليتيز اكتر من لو السكاي كلير او السكاي اوفر كاست صح؟ لان كلير سكاي خلاص انا نفس الشادوز عندي معايا بتتحرك بقى مع حركه الشمس. فانا بستخدم برنامج كده اللي هو فوتو بيلز ده بيعرف لي حركه الشمس من 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 الشروق للغروب وبعرف الزوايا الشادوز، لكن لو جالي سحاب سكاترد وبيقفل لي شويه الشادوز ويجيبها لي يبقى انا اي دابلد ماي رياليتي، يعني الرياليتي فجاه بتاعت المكان بقت الضعف لان كل انجل هبص عليها هيبقى ليها الشادوز ومن غير الشادوز في نفس التوقيتات فتلاقيني برجع بلف انا ببقى عامل زي النحله اللي هو بلف علشان انت انت محتاج تشوف زوايا اكتر انا كل ده في نقطه البرسبشن نقطة البرسبكتيف بقى محتاجة انك تتحرك تتحرك تبقى فت ان انت تقعد طول اليوم بتلف حول المبنى بتشوف الانجلز دي في توقيتات مختلفة ولو بقى السحاب بيروح ويجي فانت محتاج تقعد تجري كل ما السحاب يروح تشوف الانجل اللي كانت حلوة بالنسبة لك وهي في شادوز بقت عاملة ايه دلوقتي ممكن اخدها بزاوية مختلفة ممكن اتحرك شوية فكل ده ديفرنت رياليتيز اوكي طيب أم في بوينتس اكتر شوية لما بتفهم الاذر بوينتس بتفهمها اكتر لانها معتمده على بعض فكره الجريدينت وفكره الباوندريز اللي هو فكره ان انت عندك سترونج مثلا لو انت بترسم مثلا بتعمل سترونج براش كده وبعدين بتعمل بقى خطوط افتح 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 اوكي فا اللي انت شايفه في منه تاني بس على اخف ففي في جريدينت ده, ده دي نقطه برده بنشوفها في اركتكشر وممكن تشوفها في السماء وممكن تشوفها في حاجات كتير في فيجوالي يعني لان خدوا بالكم الصعوبه كلها في ايه او الجيم في ايه ان انا بمسك ال3 دي ده وبحطه على صفحه في الاخر عشان اوريه لك على 2 دي ودي حاجه مش مش منطقيه ان انت يعني حاجه غريبه مش حاجه احنا طبعا دلوقتي عصر السوشيال ميديا كلنا احنا عايشين على الموبايل بس لو تفكر فيها ترجع كده وتشوف الاركتكت اوريجينالي كان بيعمل ديزاين عشان الناس تمشي فيه وتبص فوق وتبص تحت وتتحرك فيه اوكي انا بحاول الصعوبه في الجيم دي ان انت تجيب افضل فيرجن من الرياليتي دي وتحطها على صفحه 2 دي اوكي طيب البرسبكتيف طبعا المعماريين عارفين البرسبكتيف بنرسم يا اما 1 بوينت برسبكتيف يا اما 2 بوينت برسبكتيف وان بوينت اللي هو انا واقف في نص الفراغ وباصص زي ما انتم كده باصين ستريت على الحيطه دي فكل اللاينز هو هنا طبعا دي هول عامله كده ماشي بس لو هي كانت لاينز لو هي كانت سيلينج وحيطان فكنت هتلاقي كل اللاينز مسحوبه لنقطه واحده في النص فاحنا بنرسمه بوان بوينت عشان كده اسمه وان بوينت بيرسبكتيف لو انت جوه الاوضه بتحط الوان بوينت دي على ارتفاع البني ادم اللي هو متر 70 مثلا واه لو افرض مثلا انت بتصور افرض انا بصور اكسسبيليتي مثلا اللي هو حد على ويل تشير اوكي فطبيعي بنزل بالترايبود للليفل بتبقى الوان بوينت بتاعتي على ليفل البني ادم اللي هي اكسبيرينس المكان فانا دايما بفكر كده الشخص اللي هي اكسبيرينس المكان ده هل هو طفل مثلا فانا هنزل تحت قوي ولا هو مثلا حد في باسكت مثلا عملاق كده فهعلى بالترايبود اوكي okay. دي دي اول فكره ان يعني انت بتختار النقطه اللي هي طبيعي الانسان يمر يعني اللي هي هي اكسبيرينس المكان يبقى يبقى فيها افرض انت مثلا متشعلق وبتلعب حاجه مثلا اللي هو بيتشعلقوا دول كيبل كده كيبل مش عارف ايه وبيطيروا انا ممكن اخد النقطه بتاعتي في حته هنا لان ات سام بوينت انت هتبقى موجود فيها فعليا ف بنرسم ال1 بوينت ده سهل جدا في انتيرير او في اكستيرير ماشي ال2 بوينت برضو ده اكستيرير بيبقى نقطتين اللي هو اكنك بقى جيت خدت كورنر انا ممكن انط هنا خدت كورنر كده وبصيت فكل اللاينز دي بتتسحب لنقطه وكل اللاينز دي بتسحب لنقطه ثانيه كنا بنرسمهم ام وام في وكنا بنم... عشان كده عندنا تي الطويله دي وكان ساعات من... لو هي مش مكمله بقى لاني بحطها عند بنش صاحبي بقى اللي جنبي كنا بناخد بنضرب مسمار وناخد فتلة وبنبدأ نرسم اللاينز كلها بتاعت البرسبكتيف برضو الجنريشن الجديد كله مش بيرسم بإيده إنيمور فهو الكمبيوتر بيعمل لك كل ده بس لو انت بتعمله بإيدك أو تعودت تعمله بإيدك الميزة في هنا إن انت بيبقى لازم يبقى عندك ايماجينيشن أو تخيل الكتلة هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما اقعد ساعتين ارسم اوكي <applause> <applause> لان لما لو ما طلعتش حلوه فانا هرجع ابدا من اول وجديد فلازم يبقى عندك شويه تخيل ال بوينت بيرسبكتيف مع الديزاين بتاعك هيبقى عامل ازاي هل الكتله الكبيره دي هتغطي على اللي ورا طب انا الف شويه الف دي معناها في التصوير ان انا لو انا واقف هنا فانا بعمل كده اوكي اللي بيحصل ايه في الرسم ان النقطه اللي هنا دي بدل ما هي كانت بعيده بقربها فالكتله دي الاسطح دي كلها بتتسحب النقطة القريبه والنقطه الثانيه ببعدها قوي ماشي ده بيحصل او لو انت بتاخد بقى انجل على مثلا اركي كاد او او الحاجات اللي هي بيعملوا قبل ما يعملوا الريندر وانا في الجامعه كانوا بيجوا لي اخد لهم الانجل انا ما بعرفش اعمل ريندرز والكلام ده ما دخلتش فيه لان كنت برسم بايدي طول السنين بس كنت باخد لهم الانجل وهم يسيبوها وبعدين يروحوا يعملوا بقى الريندر كله فالانجل دي بتفرق جدا حسب الديزاين بتاعك وحسب الكتله بتاعتك طيب اكزامبلز في حاجه كمان برده ده زي ما قلت لكم ده ال1 بوينت وده ال2 بوينت لو انت جيت وعملت شيفت بسيط قوي الناس بتفتكر ان ده ايرور مخك غصب عن يعني الفيور بيتخيل ان انت في حاجه مايله اوكي زي بالظبط لما بتصور هورايزون كده وتميله سنه فكان الناس الفوتوجرافرز يقول لك لا لو انت عايز تميله ميله كتير علشان لما حد يشوفه ما يحسش ان دي ان ده ايرور لا دي بتبقى حاجه ارتستيك يعني او حاجه انت قاصدها نفس الكلام في البرسبكتيف واحنا بنختار البرسبكتيف بختار 1 بوينت بتبقى صريحه او 2 بوينت ما فيش مش اللي في النص اوكي okay. ده ده الكونسيبت العام طبعا لما تيجي انت بقى تصور مبنى ممكن المبنى نفسه يبقى فيه اصلا ديفرنت اكسس فلو فيه ديفرنت اكسس ممكن تلاقيه بتعامل معاها لان ممكن واحده منهم اروح انا مثلا واقف مع اكس وشفت اللينس هشرح لكم حالا موضوع اللينسس ده لان هي دي التولز بقى فانا بتعامل معاها ازاي لو انت مثلا عندك ديزاين فيه ديفرنت اكسس فده ممكن يغير لك خالص من اللي انا بقوله ده انا هنا بتكلم من الاول ببسط الموضوع على كتله ثابتة لو ليتس سي مربع فده ال1 بوينت الصريح وده ال2 بوينت الصريح الصريح في ال2 بوينت مش معناه ان الكورنر او الخط يبقى في نص الصورة اوكي okay? انت ممكن تأبلاي فكرة الرول اوف ثيردز بتاعة الفوتوجرافي على ده تاخد الخط في التلت ده أفضل حاجة التلت ده أو التلت ده حسب الديزاين بتاع المكان اوكي طيب اكزامبل ل1 بوينت بيرسبكتيف الون بوينت برسبكتيف مش شرط انه يبقى في نص الكتلة. أنا افرض أنت عايز مثلا تيجي شمال شوية زي في الحالة دي علشان أبين الروم أكتر، أوكي؟ فأنا ممكن آجي شمال واستخدم عدسة وايدر وبعدين تقطع من هنا، أوكي؟ في بقى عدسات بتشيفت وأشرحها كمان شوية. بس الفكرة قبل ما أخش في الشيفت لينسز أنا هنا عامل شيفت مبدئيا وأنا ببقى عارف إمتى أنا عامل شيفت. بس الفكره كلها ان 1 بوينت بيرسبكتيف فانت باصص عمودي على الاستراكشر على المكان وممكن تيجي شمال او يمين ممكن اقف عند السنتر ده ممكن اجي شمال فاجيب الزرع واجيب الروم وممكن لو وقفت على السنتر ده تبقى الحيطه دي فاضيه قدامي او لو فيها ارت كويس كان ممكن اجي يمين فدي قرارات اللي هي اول حاجه اللي هو انا هختار يا جماعه هنا 1 بوينت بيرسبكتيف فدي انجل هاخدها للمكان نشوف بقى الفاريشنز بتاعتها كلها الفاريشنز يمين وشمال وزي ما قلت فوق وتحت اوكي عندك رينج شويه فوق وتحت لان ممكن اللي يبقى قاعد على البول يبقى واقف او اللي قاعد على البول يبقى نايم على الجاكوزي او يعني نايم على شيزلونج او وات ايفر او قاعد اصلا على الميه خالص فانا في الفري انك تنزل لحد الميه خالص لان ده حاجه ممكن انسان طبيعي يما يمر بيها فده اللي انا بفكر فيه اوكي امتى انزل لو انا عايز ابين ريفليكشنز اكتر ممكن انزل او اقلل من السطح ده ممكن انزل فدي كلها طريقه تفكير حسب الديزاين اللي انت بتصوره وطبعا لو حد لسه بيبدا جرب كل حاجه لو انت عندك وقت ادي وقت لنفسك اطول لان انا عارف من الاول انا عايز اقف تقريبا فين اوكي فده بيسرع عليا جدا ان انا اخد الانجل لكن انا زمان من عشر سنين كنت اكيد بصور اكتر من ده الضعف لاني يعني قاعد بختار بعد شويه اكتشفت انا بحب ايه اكتر مش بقول ان اختياري ممكن يبقى هو الافضل بس انا عرفت انا باخد الانجل ازاي او انا بحب اخد الانجل ازاي فواحده واحده بالبراكتس هتكتشف انت بتقف فين عاده فطبيعي ان في الاول تصور اكتر بكتير وترمي اكتر بكتير اوكي 1 بوينت في الانتيرير زي كده اوكي بسيطه جدا وبرده الفرنتشر لما بيبقى واطي شويه انا بنزل تحت شويه كاني قاعد برده قريب من الفرنتشر اوكي لان انت لو واقف قوي والفرنتشر الديزاين بتاعه واطي قوي هتحس ان انت في في الصوره اللي هي 2 دي اعلى منه جدا اكنك طاير فوقيه تيجي مثلا تصور دايننج تيبل ممكن اعلى سنه لان ما ينفعش وانا بصور الدايننج تيبل ابين لك الخط بتاعها كده بالجنب اكيد انت مش هتبقى بتعمل كده غير لو انت بنزل بتدور على حاجه وقعتها مثلا اوكي لكن الطبيعي ان انت شايف حته من فوقيها من الدايننج تيبل الحته قد ايه انت بقى بتتحكم فيها افرض عندك اكسسوارز افرض عندك فلاورز على التيبل فممكن اطلع شويه عشان اشوفهم ماشي وفي حاجه في ال2 دي اسمها الاوفرلاب اللي هو انا عندي ديبث اوكي okay. فكل ما بتطلع فوق بتفصل التيبل مثلا عن اللي وراها كل ما بنزل تحت ممكن يخشوا في بعض اوكي okay. فده بيفرق معايا في الهايت وانا بختار هصور على انا عرفت النقطه بتاعتي عرفت ال بوينت بس لسه ما عرفتش الهايت الهايت ممكن اكرره حسب الاوفرلابس او نحرك الحاجه سنه برضو اوكي okay. فده برضو اوبشن اوكي okay. طيب 2 بوينت برسبكتيف زي كده هتلاقي ان ان اللاينز دي بتتسحب لنقطه هنا واللاينز دي اللي هي دي ده مع ده بيتسحب لنقطه هنا اوكي فدي تو بوينت صريح هو ده بالشكل ده بتاعي تو بوينت في الانتيرير وده ممكن احتاجه في حاله زي كده ان انا عايز ابين الستير كيس مثلا فده بيبقى usually 2 بوينت لو 1 بوينت ما كانتش هتوضح قوي الديزاين ممكن تاخد 1 بوينت من الناحيه دي يعني بتجرب بتجرب ما بين ال 2 بوينت و وال 1 بوينت لان انت عايز تبين الديزاين بافضل شكل بس انا بحاول ابقى رياليستك زي ما بقول لكم ما بحاولش ان انا اتدخل قوي ان ابين حاجه الديزاينر ما كانش أصدها. اوكي okay. فانا ببدا بال بالسهل الاول وبعدين اشوف ابدا البروبرتيز ايه الانترستنج ايه الريبيتيشن اللي ممكن اخده هل في مثلا حاجه ابستراكت ممكن كلوز اب اخدها بعد ما باخد الوايت شوت فاحنا بنلعب ما بين الحاجتين دول علشان أـ أـ اكسباند الرياليتي البرسبشن والبرسبكتيف وطول الوقت بتحرك ما بينهم وكل ما انت بتتحرك كل ما انت بتشوف ديفرنت بيرسبكتيفز يعني حتى لما الناس بتتكلم مع بعض على ديسكشن بيقول لك لا بس انا عندي انذر بيرسبكتيف يعني ايه؟ يعني انا شايف حاجه انت مش شايفها دي معلومه يعني يعني انا مش شايف دلوقتي اللي في ظهري منطقي فانا دايما لازم اتحرك علشان دي مالهاش حل يعني لازم تتحرك في المكان لازم دايما تبقى بتلف وتشوف ديفرنت انجلز الـ 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 الشكل المثالي للتصوير بالنسبه لي ان انا الف اللفه دي في الاول مع الديزاينر لان الديزاينر بيبقى هو في الاول عنده تخيل ما عن الديزاين بتاعه فبقول له اشرح لي انت مهتم بايه اكتر؟ ايه السبيسز اللي, اللي انت مثلا تعب فيها؟ ايه التشالنجز اللي, اللي قابلته؟ ده بتبقى نص ساعه او ده ده يعني ممكن نلف في ربع ساعه. وبعدين يسيبني خالص، أبدأ بقى أنا أعمل البروسيس بتاعتي كلها من الأول، بس أنا خدت شوية إنبوت من الديزاينر في الأول. طبعًا ده الإكسبيرينس المثالية، بس مش دايمًا بنقابل ده. في ديزاينرز بتبعتني وما بتروحش أصلًا، عادي يعني هو معتمد على البروسيس بتاعتي تمام، وممكن أكون صورت له قبل كده كذا مرة، فأنا بقيت فاهم دماغه. في ديزاينر تاني شخصيته إنه لازم يفضل معايا في كل حاجة، مش قادر إنه يسيبني. أوكي؟ فده لازم تتعامل معاه ان انت تبقى هادي ان انت تشوف اللي هو بيقوله بس بترجع تاني تشتغل بالبروسيس بتاعتك طيب نتكلم بقى عن التولز شويه انا دلوقتي بتعامل بعدسه اوكي فالعدسات في وايد انجلز اللي احنا بنستخدمها العاديه خالص وفي شيفت لينسز طيب الوايد انجل مشاكلها ايه او يعني ايه اللي ممكن يحصل معاك يبقى في مشكله في كلمة دايما الناس بتقولها اسمها ديستورشن لما حد بيقول ديستورشن هو ممكن يكون بيقصد حاجة من ثلاث حاجات احنا مش عارفين بالظبط هو لسه ما شرح لناش قصدك ايه بالديستورشن ديستورشن في ديستورشن بتاع العدسة نفسه وده اللي هو بيبقى اسمه بارل ديستورشن او بنكوشن. في الوايد انجل بيبقى اسمه بارل ديستورشن اللي هو اللاينز اللي هي الطبيعية بتاعة الاستراكشر مش طالعة لاينز مظبوطة لان العدسة واسعة عدسة وايد فبتبدا تعمل الكيرفات دي اللي انتم شايفينها في هنا كيرف بسيط وهنا بيبقى كيرف بسيط كيرفات كده اوكي الحي... هو ده في الحقيقه خط ستريت مش كيرف فانا لازم اطلعه خط ستريت لان كده اكني بغير في الديزاين <applause> اوكي لو ديزاين كيرف منطقي يطلع كيرف لو ديزاين خط مستقيم فمفروض يطلع خط مستقيم ده الاركتكشر فوتوجرافر طيب ده ده بنحله ازاي يا اما في الاديت يا اما بتجيب عدسه ممكن تبقى اغلى شويه بتبقى الايمج سيركل بتاعتها اكبر والسنسور بيبقى واخد حته سويت سبوت في الازاز جوه مش واصل للاطراف قوي فكل العدسات دي اللي هي وكمان بتبقى اللي هي زي ما بتقول الاف 2.8 يعني العدسات دي احنا ما بنستخدمهاش على اف 2.8 هي الفكره كلها ان هي عشان العدسه كتكنولوجي هي اصعب والازاز بتاعها اكبر فاحنا لما بنصور على على اف 8 او اف 11 هي ستيل افضل في المشاكل الثانيه اللي هي زي الديستورشن وزي الفينيات واطراف الصوره تبقى سوفت والحاجات دي كلها ف بتجيب عدسه افضل ما فيهاش بارل ديستورشن او او مينيمم ودي بقى يجوجل بقى العدسات يعني والتولز بتاعتك وتشوف انت تقدر تجيب ايه او بتبدا بدي عادي وتبدا تحل مشاكلها في الاديت لان الكاميرا دلوقتي بقت ذكيه انها بتفهم العدسه اللي عليها ايه وبيكون يونيكيت مع بعض وبتظبط المشاكل دي كلها فده اول حاجه في الديستورشن تاني حاجه اللي هي برسبكتيف ديستورشن ماشي المعماري بقى ممكن تلاقيه بيتكلم شويه عن ده اللي هو قصده ديستورشن اللي هو برسبكتيف يعني ايه يعني انت دلوقتي لما بنيجي نصور زي دي كاسيدرال وانت واقف على الهايت بتاعك في الشارع فانت الليفل بتاعك على متر سبعين ودي ديفرنت فلورز يعني عاليه جدا فطبيعي هتستخدم وايد انجل وتبص لفوق اللي بيحصل انك اول ما بتبص لفوق بيبقى في ثيرد بوينت للبرسبكتيف مش تو بوينت بس بيبقى في نقطه فوق كل الخطوط الفيرتيكال بتتسحب عليها فمشكله ده ان ده مش حقيقي زي ما بقول احنا لو مبنى مايل المفروض يبان مايل زي برج بيزا مايل ولا وات لكن المباني كلها اللي احنا بنصورها في الاغلب اللاينز دي فيرتيكال فمفروض تبان فيرتيكال على ال2 دي دي مشكله بقى ان انت بتتعامل مع 2 دي هو انت في الحقيقه بتشوفها باصه لفوق لان انت 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 الليفل بتاعك تحت هنا وبتبص لفوق كده لكن لما بتتعامل مع 2 دي احنا محتاجين نشرح لان نوضح للناس ان الـ ان الفيرت ان دي فيرتيكال لاينز اوكي okay. طيب نعمل ده ازاي بنستخدم عدسه اسمها عدسه تيلت شيفت احنا بنشيفت العدسه هو في اوبشن في حاجات ثانيه ممكن تعملها افرض يعني افرض ما عندكش الشيفت بتاع اللينس ده الاول طبيعي ما حدش يبقى عنده الشيفت لينس في الاول فانا كنت بعمل ايه كنت بقعد ارجع ورا ارجع ورا بنفس الوايد انجل بتاعتي ارجع ورا ارجع ورا وابص هوريزونتال عادي مش هبص لفوق هبص عادي هوريزونتال فبتبقى نص الصورة أرض يعني أنا عندي كده جبت المبنى كله في الآخر وبعدين نص الصورة دي أرض هنا وبعد كده أقطع نص الصورة ماشي ده الحل البسيط جدا مشكلته إن زمان أول ما بدأنا كاميرات ديجيتال كانت الكاميرا 6 ميجا بكسل فما فيش عندي أوبشن إن أنا أقطع أصلا ما كانش فيه أوبشن كروب ده ده كان ممكن تعمله في الفيلم طيب دلوقتي انتوا الكاميرات السنسور بتاعتها كبيره جدا ممكن توصل 60 او حاجه و فعندك الاوبشن ده ماشي مشكلته ان انت مش متخيل الصوره في الاخر يعني انت بتاخد صوره نصها بس اللي انت عايزه اوكي فده اول حل طيب تاني حل ايه انا ممكن اجيب كرين ويطلعني يوقفني عند نص الارتفاع وده حل منطقي مشكلته ايه ان انت لما بتشوف الصوره في الاخر انت فاهم ان انت مش على الليفل بتاع الارض انت حاسس انك طاير لان البرسبكتيف مسحوب لنقطه فالارض مسحوبه فانت مش حاسس انك انك واقف على الارض، انت حاسس ان انت واقف هنا في عماره ثانيه وباصص، اوكي؟ لو في عماره ثانيه ده ممكن يبقى برسبكتيف بس مش كل الناس هتمر بيه لان الناس مش واقفه في العماره دي، الناس دايما واقفه على الشارع. مشكله كمان في الحل الاولاني ان انت مش دايما بيبقى عندك المسافه انك ترجع. ممكن عندك شجر بيخش، اعمده اناره بتخش. فمش دايما عندي مش حل ان انا ارجع. وزي ما قلنا مشكله الكرين بتبقى في برسبكتيف عامله ازاي فالتلت شيفت بتحل في المشكله دي بتحل المشكله دي ان انت بتشيفت احنا بنستخدمها كشيفت مش تلت ماشي هي العدسه بيبقى تلت شيفت حاجتين مع بعض بتشيفت يعني بتتحرك كده فوق وتحت وبالتلت اللي هي بتميل كده اوكي اللي هو ده احنا بنظبط اللاينز ان انا ببص هوريزونتال عادي وبعدين ببدا اشيفت العدسه لفوق فبتجيب لي الصوره بتجيب لي المبنى مظبوط اوكي okay. التلت ده بيفرق في اوف فيلد ومش عايز ادخلكم في تفاصيل مش ريليتد للاركيتكشر بس اللي بيستخدموه لاندسكيب فوتوجرافرز لو عايزين اوف فيلد يبقى عميق قوي فممكن بيميل شويه فهو كانه بيغير الفوكال بلين زاويته بس انا بعمل له لوك بعمل له لوك لان مش عايز العب فيه وبلعب كله في الشيفت طيب مميزات الشيفت ايه؟ الميزه الرئيسيه هي زي ما بقول لكم ان انت واقف قريب وبتشيفت لفوق فالستراكشر بيطلع مظبوط واللاينز كلها مظبوطه فانا واقف على ليفل الشخص اللي انا بصوره والستراكشر اللاينز بتاعته مظبوطه فده اكزامبل هنا مثلا نو ان انا كنت ارجع اول ما برجع بيبدا يخش بقى معايا كل الاربن بقى اليمنتس الاعمده كلها والشجر فكان لازم شيفت لينسز عشان اصور ده. في بقى مميزات تانية للشيفت لينس عايز اوريها لكم هنا كده. ده اكزامبل معرفش هو هيشتغل لما اشغل كده. لا مش هيشتغل طيب. بجيبه في حتة صح؟ بجيبة ايوه بجيبه هنا وبعدين اشغله. طيب بصوا أنا هنا قبل ما شفت أنا واقف الفكرة كلها في إيه؟ أنا بصور انتيريور هنا بتاع أوفيس وأنا واقف على الهاند ريل ده هو ده الفيستا بتاعتي يعني أكن البوينت اللي أنا الوان بوينت بيرسبكتيف هي هنا مش عايز أبين ده من الجنب ولا من هنا أوكي؟ فأنا واقف عند النقطة دي المشكلة إن التكوين مش مناسب بالنسبة لي أنا عايز أشيفت لفوق وعايز أشيفت يمين كمان لأن أنا مش كان عندي هنا أزاز كتير قوي أول ما بدأت الفيديو ف هتلاقيني بشفت كده عشان اجيب السكاي لايت دي كلها فانا هنا فهي بتفيد كمان في ان هي انت بتحدد البرسبكتيف الاول النقطه اللي عليها الفيستا وبعد كده اقرر بقى كاني بختار تكوين كان عندك ايمج سيركل كبيره كانك عندك كانفاس كبيره وانت السنسور بيلعب فيها كده فانا ممكن اخد حته فوق حته هنا الشيفت بيلف ممكن اشيفت يمين وشمال واعمل ستيتش بانوراميك اسهل بكتير قوي من ان انت تقعد تحرك الكاميرا لان لما بتحرك الكاميرا بيحصل احساس اللي هو باراليكس ده اللي هو انت لما اتحركت اللاينز اتغيرت فلازم تركبها مظبوط تقعد بقى تشد كده على الفوتوشوب او فوتوشوب بقى يعملها اوتوماتيك دلوقتي بس لو انت بتشفت عادي يمين وشمال بتركبهم كانهم صفحتين جنب بعض عادي مفيش اي حاجه انت محتاج تعملها وممكن بقى لو انت عايز صوره اكبر يعني انت مثلا عندك شيفت لينس 24 ما عندكش وايدر عن كده واتزنقت ان انت عايز تصور قاعه كبيره قوي كده فممكن بقى الشيفت تساعدك ان انت تشيفت وتاخد واحد اثنين ثلاثة أربعة ممكن تاخد ستة انت بتل... انت انت مشفت كده دايجونال وبعدين خدت اللي فوق وبعدين خدت كده فانت واخد ثلاثة فوق وبعدين تشفت شمال وتاخد واحدة في النص مظبوطة وتشفت يمين وممكن تاخد ثلاثة تحت كمان يعني ممكن تاخد تسعة وتجيب الايمج سيركل كاملة بس هتبقى الصورة مربعة لو انت عايزها سكيب يبقى تاخد ستة دي مميزات يعني الشيفت لينسز اوكي نرجع في بقى حاجه تانية في اللينسز العاديه عامه او الفوكال لينس ان دول نفس الاستراكشر بس هنا انت مستخدم تيلي فوتو 200 مللي مثلا وهنا مستخدم 14 مللي اوكي ده انت ده برضو قرار ليك يعني مفيش حاجه احسن من التانية بس انا بعتمد القرار ده حسب الديزاينر هو عايز احساس الكانت ليفر انا ممكن ازوده يعني بمشي معايا في الاتجاه بتاعه اوكي بيتاكزاجريت شويه ال ال ال14 بتشد كل حاجه ده ده اللي هو بيسموه بقى سبجكت ديستورشن يعني ايه يعني انا لو جيت جنب التيبل دي واستخدمت وايد انجل قوي هتتشد لما هتشوفها في الصوره هتحس ان هي اكبر بكتير من من مقاسها فده ممكن تستخدمه في صالحك ان انت مثلا عندك سويمنج بول صغير كده تقرب من طرفه خالص بالوايد انجل فتحسس الناس انه كبير جدا. او روم صغيره انت بت, بت بت بتوسعها شويه، يعني ده في نوع من اكزاجريشن في العدسات اللي انت بتستخدمها. او ان انت ترجع وتاخدها يعني زي اللي على الشمال دي كده. كتله من بعيد. نفس الاكزامبل هنا. بس هنا تحركت شويه. يعني دي الاثنين تو point perspective بس ده ديد في في يعني ده النقطتين قد بعض بالظبط هنا في نقطة قريبة اللي هي على الشمال ونقطة بعيدة على اليمين كأنك بتلف كده المشاكل بقى في ال في السبجكت subject distortion مش بيقلب ليه؟ ان لما بتيجي تصور اوضة غصب عنك انت دخلت الأوضة فالسرير بقى على الطرف قريب جدا منك وانت عايز تجيب الأوضة كلها المشكلة انه بيطلع ديستورتد بالمنظر ده وده برضه تلاقي المعماريين بت... ب... يعني بتكومبلين اللي هي الصورة دي فيها ديستورشن ده بيبقى هنا قصده سبجكت ديستورشن فانت المهم ان انت تحاول ما تقربش قوي من الحاجات اللي الناس عندها ريفرنس ليها يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقرب من 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 ستراكشر من حيطه من سلم انت ما عندكش الناس مش عندها ريفرنس لده مقاسه يبقى عامل ازاي لكن لو قربت من الكرسي او 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 سرير او او حاجه هو الديزاينر عارف عنده ريفرنس ليها هيحس ان دي مش حقيقيه دي ديستورتد قوي اوكي فدي دي الليميتيشن بتاعتها ان انت غصب عنك لازم تقعد ترجع ترجع وممكن بقى تنزل تحت كمان شويه علشان تقلل احساس ان انت طاير فوقيها فده اكزامبل تاني برضو احسن ان انا وقطعت فيها بس ستيل انت شايف برضو ان في ديستورشن بس في الرومز بتبقى دي الايشوز ان انت غصب عنك عندك سبجكت ديستورشن وانت مستخدم وايد انجل لينز فبتحاول تبعد بتقف ساعات ما بقدرش انا اقف ورا الكاميرا خلاص انا الكاميرا بتوصل لطرف الكورنر ال 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 خالص بتاع الروم اوكي ولو حد منكم بيعمل ريندرز وبياخد انجلز انتوا بتقطعوا الحيطه وبتنطوا ورا وده طبعا ما نقدرش نعمله يعني هدي لي الحيطه دي يعني فانت في الريندرز بتعمله ده احنا في الواقع عندنا الليميتيشن ده. طيب الحاجات الثانيه المهمه في في الرياليتي برضو ان او المشاكل اللي في التول اللي انت بعينك انت شايف الدايناميك رينج حاجه في حاجه اسمها الدايناميك رينج اللي هو التفاصيل من الضلمه للفاتح خالص. لو انا بصور روم زي دي بكاميرا عاديه خالص هتلاقي ان الصوره الواحده مش جايب الدايناميك رينج كله يعني اللي بره منور قوي واللي جوه مضلم وده المنطقي لكن انا زي ما بقول لكم زي ما انا بحاول اجيب الرياليتيز كلها في الانجل انا بحاول اجيب الرياليتيز كلها في الديتيلز كمان فمحتاج حاجه من اتنين بس اشرح لكم الاول الدايناميك رينج في السريع يعني يعني ده مثلا اكزامبل ده ده اكزامبل صعب جدا انت تاخده في صوره واحده ماشي لو انت اخذت صوره كده فتمام يعني الديناميك رينج كله معاك التفاصيل كلها معاك هنا الكاميرا هتظبط هتفتح شويه وكله هيبقى معاك لكن لما تاخد حاجه الساعه 12 عشان كده الناس بتقول لك ما تصورش الساعه 12 الظهر عشان عندك من الاسود الابيض خالص فدي بتبقى المشاكل ان ده الهيستوجرام اللي هو شادوز من تونز هايلايتس اوكي فانت عندك هنا ده تفاصيل راحت في الشادوز وتفاصيل راحت في الهايلايتس خالص بره بره الصوره يعني البيكسل هنا قالت انا سودا خالص ما فيهاش اي تفاصيل والبيكسل هنا قالت انا بيضه خالص اوكي طب نحل المشكله دي ازاي وطبعا دي سيتويشنز اللي هي لو كي او هاي كي اللي هو سيتويشن طبيعي كله في الهايلايتس اوكي طيب نحل مشكله الديناميك رينج دي ازاي انا عندي اكزامبل هنا دي روم وعايزه باين بره وعايزه باين جوه طب تاخد صوره مثلا فاتحه فده بيبقى لاسع جدا طالع اوت يعني بلون اوت وبتاخد صوره غامقه ده ابسط ابسط حل يعني وبتحاول تركبهم على بعض اوكي اللي, اللي انتوا تعرفوه اللي هو اسمه اتش دي ار بتعمل كذا شوت والكمبيوتر بيركبهم على بعض مره واحده لكن انا بحاول اعمله مانيوال يعني بركب انا بنفسي ف... او ممكن تعمل حاجه ثانيه ان انت تستخدم فلاش فالفلاش بيعمل ايه؟ هي الأوضة دي ضلمة، أنت هتاخد صورة على نفس ده على نفس السيتويشن ده نفس الاكسبوجر ده بس هتضرب فلاش مثلا في السيلينج فهينور لك ده كله ويقربه من اللي بره. أوكي؟ ده حل. مشكلة الحل ده إن أنت بتإنترفير في الإنفايرمنت اللي الديزاينر عاملها. هو حلو لو أنت بتصور للاوتيل لكن لو بتصور للديزاينر فالديزاينر عامل مود معين لما أنت تضرب الفلاش بتغير المود ده. فلازم تاخد دي في اعتبارك يعني احنا بنحاول نبين المود اللي الديزاينر كان قصده. في حاجه تانية بس دي مش تنفع معانا هنا اللي هو جراديوال Neutral Density ده بينفع مع اللاندسكيب فوتوغرافرز اللي هم عندهم فوق منور وتحت ضلمه فبيحط Neutral Density كده جراديوال من فوق غامق وتحت فاتح فبيظبط له الدايناميك رينج بس في الحاله بتاعتنا احنا ما عندناش حاجه احنا عندنا حاجات حتت في نص الصوره. ده اللي هو اللي احنا بنعمله بس مش بنعمله ديجيتالي بنعمله مانيولي اللي هو ناخد مالتيبل اكسبوجرز وبنركب الحتت اللي احنا عايزينها او بتختار توقيت تاني بتلاقي الديناميك رينج قرب من بعضه يعني ساعه السان وبعد السان سيت الديناميك رينج كله بيقرب من بعضه وبتبقى عندك مشكله ثانيه بقى في الوايت بالانس اللي هي التونز بس يعني ممكن دي نتكلم فيها ليتر طيب اهم حاجه دلوقتي ان انت تفهم انا ليه بعمل ده ان انا عايز ابين التفاصيل جوه وابين الفيو اللي بره ماشي انا كمان هنا تحيلت سنه لان انت هتاخد بالك ان الصوره اصلا الفيو البول مقطوع فيه هنا كده ماشي انا وانا باخد الشوط اللي بره طلعت قدام خطوه علشان اجيب حته من الفيو اكبر طالما كده كده هركب الفيو ماشي بس تاخد بالك انك ما متع... مت... تزودش في الحته دي لان العين هت... هتاخد بالها يعني الاركتكت هياخد باله لو انت يو اكزاجيريتد ده لان انت على ديفرنت بوينت دلوقتي ديفرنت بوينت فالبرسبكتيف اتغير اوكي بس الفكره ان انا كنت عايز اجيب سنة اكتر من ال... من ال... من تحت فطلعت قدام خطوه جبت حته من الفيو وركبتها فتلاقي الدايناميك رينج هنا ظبط يعني كل التفاصيل موجوده في الهيستوجرام بدل ما هنا كانت لسه ماشي طيب هوريكم طريقتين علشان احل مشكله الدايناميك رينج ان احنا دي الطريقه اللي هي كومبوزيت لايتنج ودي مدارس ماشي انا انا من مدرسه ان انا احاول اقلل الانترفيرنس Inter بتاعي يعني التدخل بتاعي في الاضاءه احاول اقلله وهوبنج ان ان الديزاينر عامل لايتنج ديزاين محترم وكله بالانسد لو في مشاكل ممكن احلها بس في الاخر لما تشوف الصوره تحس انه ان احنا بنتعامل مع الاضاءه الامبينت اللي هي موجوده في المكان والاضاءه الدي لايت مش الفوتوجرافر دخل نور كل حاجه فدي المدرسه اللي هي الفوتوجرافر بينور يعني بنور كل حته باخد باخد صوره اسمها بيس شوت او ميديوم يعني حاجه في النص بتلاقي حتت فيها ضلمه وحتت فيها لسعة اللي هي الميد بوينت وبعدين ببدا انور بفلاش حته 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 كده اوكي طبعا انت كده اكنك انت بتديزاين اللايت اكنك انت بتقول للفيور بص هنا دي انترستنج بص هنا بص هنا ماشي التكنيك ده حلو لو انت بتصور للفرنتشر براند لان انت عينك هتروح على الفرنتشر اللي انت بتنوره لكن زي ما بقول لكم انت بتانترفير في الديزاين شويه او في المود بتاع الديزاينر والفاينل شوت بقى كده وبتاخد شوت برضو اللي هي غامقه خالص دي بتركب منها الحتت او الدور اوكي فده اول تكنيك في تكنيك تاني اللي هو انت بتاخد different brackets المد واتنين اغمق واتنين افتح وتبدا تركب مانيوالي الصوره اوكي انت هنا مش بتانترفير في المكان انت هنا بتحل مشكله ان السنسور مش جايب التفاصيل كلها من الشادوز للهايلايتس اوكي طبعا وانت بتركب بقى ممكن برضه ده برضه يعني اكسبيرينس شويه وانت بتديت لان انت ممكن تزود الاحساس وانت بتفتح فتحس ان في حاجه هنا منوره فترجع تاني كانك بتانترفير قوي انا هدفي دايما ان انا ابقى ناتشرال شويه اللوك يبقى ناتشرال وبعدين ممكن بقى تحط اشخاص بعد ما تاخد البراكتس اوكي طيب الحمد لله في اي اسئله في النقطه دي حلوه ممكن نكمل يعني ونبقى أسئلة تاني في الآخر. طيب كونسبت 2 فكرة إن لا زي وأنا دلوقتي أي كذا مرة إن أنت بتصور لمين؟ يعني أنا بيبقى يهمني أعرف أنا بصور لمين؟ هل أنا بصور للديفيلوبر؟ هل بصور للريستورنت؟ هل بصور للأركيتكت؟ فأنا أغلب الكلاينتس بتوعي أركيتكتس وديزاينرز بس في نفس الوقت الاركتكشر فوتوغرافر بيجي له شوتس من اوتيلز مثلا هوسبيتاليتي بصور لريزورت اوكي okay. بصور للديفلوبر فلو انا بصور لحد مختلف ببقى عايز اعرف الاودينس بتاعي مين اوكي okay. لما بصور للديزاينر هو بيحط الصور دي في بورتفوليو بتاعه بيوضح الديزاين فانا الاودينس بتاعي ديزاينرز والناس اللي هتشت... اللي هتجيب الديزاينر ده يعمل لهم ديزاين فانا بحاول اوضح الديزاين از ماتش از بوسيبل علشان لما الناس تحب الديزاين ده تهاير الاركتكت اند ذن هي هايرز مي اوكي فدي البروسيس الاولانيه لو انا بصور لاوتيل مثلا فانا الاودينس بتوعي تورستس هييجوا يقعدوا في الاوتيل ده فمحتاج افكر بطريقه ثانيه خالص فيجن مختلف تماما مش بصور لاركتكت اني مور انا عايز ابين مثلا الفيو عايز ابين ايه ايه المميزات او ايه الفيتشرز في الاوتيل ده اللي عايز ابينها فانا طريقه تفكيري اختلفت تماما ساعات بصور لتو كلاينتس في نفس الوقت للريستورنت بلس الديزاينر ساعات بصور لثري كلاينتس الريستورنت بلس الديزاينر بلس الكونتراكتور ساعات بصور نفس البروجكت ديفرنت شوتس مره للاركتكت ومره للكونتراكتور اوكي okay. طيب طبعا في سؤال بيدور في دماغكم دلوقتي طب ما هم مش بيدوا الصور لبعض اوكي okay. هتكلم على اليوزج رايتس دي ليتر بس زمان احنا بقى يعني قعدت فترة طويلة علشان أفهم الكلاينتس بتوعي في مصر من زمان يعني فكرة إن أنت تقدر تستخدم الصور ليك لكن مش بتوزع الصور على ال different entities لأن خد بالك في architecture photography في تخصصات كتير قوي في ناس كتير قوي في suppliers في حد بتاع رخام في حد بتاع الإزاز في حد بتاع اللايتنج كل الناس دي بتشتغل مع بعض عشان يطلعوا المشروع ده فهتكلم على usage rights بس أنا هنا بفهمكم ان كل ما بصور لديفرنت كلاينت انا بفكر بطريقه مختلفه. توتالي totally. لان انا انا فاهم ان اللي عايز يستخدم الصوره دي هيستخدمها لهدف تاني okay. اوكي. آه. فاول حاجه بنعملها ان احنا واحنا بناخد الديتيلز بتاعت البروجكت بنبقى عايزين نعرف الكلاينت ده يعني انفولفمنت بتاعته ايه في المشروع. فده اكزامبل لمشروع جرين آه. كورنر في البحرين. ده انا كنت بصور لل لل كلتشر سنتر الكلاينت كلتشر سنتر والاركتكت ستوديو ان هولتروب والانتيريور عمار بشير ماشي وفي في البروجكت ده كونفليكت قوي قوي ما بين الاركتكتشر الاكستيرير وما بين الانتيريور الفكره هنا ان ديزاين فيه بقى حته الرفنس دي قوي ما هو هو طريقه البروسيس بتاعته اصلا وهو بيبني الم... المشروع هو ما عندوش الفاينل برودكت، الفاينل بيحصل في البروسيس، ان هو بيصب الحاجات ال 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 البانلز دي بيصبها على الارض جنب المشروع وبيحط ساند كده على الاطراف وبتطلع بشكل ناتشرال وكل بيس بتتحط جنب الثانية بشكل يعني هو مش عارف شكلها هيطلع ايه في الاخر. انا كنت بحاول ان انا امشي في الاتجاه بتاعه ان انا ابين التكتشرز قوي اللي هو بيستخدمها لان هو بروجكت انسبايرد من الطبيعه قوي فانا ببين التكتشرز وبقلل الساتوريشن كل ده علشان انا عندي انا فهمت فيجن بتاعت الديزاينر وبمشي معاها اوكي بحاول احققها اكتر الانتيرير اون ذا اذر هاند بقى في احساس عمار بشير ده هو هو ماكسيماليست بقى خالص العكس تماما طريقه تفكير مختلفه والكلاينت هو اللي هايرد الاركتكت وهايرد الانتيريور فهو هي, هي دي الكومبينيشن او الكونتراست اللي حاصل في المشروع فتلاقي اكن عندي كانفاس جراي وبعد كده كل الالوان اللي بيحطها عمار في الانتيريور وهو عمار على فكره كان انسبايرد بالارت وورك دي ودي رسام مصري هو اللي رسمها وكانت الكلاينت اللي هو بتاع الكالتشر سنتر هي شيخه مي الخليفه بتيجي بتيجي مصر في ارت جاليريز واشترت الارت وورك دي وبعدين الانتيريور ديزاينر هي جت انسبايرد بالارت وورك وبدا يشتغل عليها بالوانها كلها في الانتيريور فهنا بقى في الحاله دي بتلاقيني بدي ساتيوريت الباك جراوند اللي هي الوول وبعدين بسيب الكالرز او ممكن حتى اساتيوريت الكالرز اكتر اللي هي موجوده في الانتيريور بتاع عمار حتى بي بيحط الكتب بالcolors يعني طبعا انتوا شايفين من وسط الشوتس في حاجات 2 point وحاجات 1 point دي 1 point perspective 2 point بس ديتيلد 1 point 1 point perspective 1 point perspective 2 point perspective ده بروجكت تاني لريا ديزاينر هي مصريه وليها ستايل محدد وانا اشتغلت معاها كتير فانا فاهم برضو الاحساس اللي هي بالديزاين ده ده في الساحل هاسين ده وايت وهو هتلاقي ان مفيش كلرز كتير هي الود والوايت الديتيلز دي كلها بقى هي دي الديفرنت تقدر تقول رياليتيز يعني مثلا الشوت دي ممكن تلاقيني باخدها في توقيتات مختلفة على اساس ان اللايت ده بيتحرك مش بانترفير انا بحاول دايما ان انا اشوف الحاجة في توقيتات مختلفة واصورها كانك انت بالدوكيومنت كانك جاي من حتة الدوكيومنتري شوية اوكي مش جاي من حتة الادفرتايزنج علشان ادفرتايزنج بينترفير قوي بيستخدم لايتس وممكن تحقق اللي انت عايزه لكن انا بحاول ان انا دايما اقول لك ان الصورة وده وده يمكن الديزاينرز بيبقى عايزينه مني ان انا دايما ابين ان ده ممكن يحصل في الواقع اوكي مش حاجه احنا جينا عملناها من الخيال لا هي حاجه بتحصل في توقيت معين وساعات الاشخاص بنحطهم علشان بلاقي حتت ان هي فاضيه وبتبين المسار فعايز ابين سكيل وعايز ابين فكره الفريمينج مثلا اوكي. ليه بعمله جوست او بيتحرك علشان مش عايز عينك لان طبيعي اي انسان لما هيشوف شخص عينه هتروح عليه. احنا بنشوف بعض ونركز على بعض. دي دي حاجة طبيعية فينا. فمش عايز عينك تقف على الشخص وتقعد تبص على الشخص وتنسى الأركيتكتشر. فعشان كده ساعات كتير بنعمله جوست علشان أنت بتحس إن في مكان هنا أو في حد بس في نفس الوقت عينك ما بتقعدش تبص على التفاصيل فيه أوي. ولو تفتكروا في الريندرز كان الناس بيحطوهم اسود كده زي سلوات محطوط سلوات كده اوكي دايناميك رينج عشان الفيو بس بنجيبه من شوت تانية وبنركبه حته الاوفرلاب اللي كنت بقول عليها مثلا اني بقعد بحاول ان انا دايما ما يحصلش اوفرلاب لحاجات يعني مثلا دي اقعد افتحه لحد امتى اوكي فده اللي انا بفكر فيه كانك انت بترسم التكوين من اول وجديد بس هو واقع يعني هو الباب بيتفتح بس بتظبط الانجل شويه وبعدين تبدا تشوف مع الحركه ايه افضل تكوين بالنسبه لك وممكن تجرب انت في الاول هتقعد تجرب كذا شوت وبعدين تختار لما بنيجي نصور مرايه كده بحط الكاميرا انا كده كده بصور من بعيد بتيزرت وايرلس طبعا زمان كنت بوصل كيبل وبعدين الدنيا اتطورت عمال بتتطور فكل ما الدنيا بتتطور كل ما التولز بتتطور بس الهدف واحد ان انا مش عايز ابان في المرايه فانا هحط الكاميرا ولو الكاميرا بان منها حته بنريتاتش الكاميرا طب لما الموضوع اصعب من كده بشويه كتير مثلا الحيطه كلها مرايه ماشي هنعمل ايه ومثلا الحيطة كلها مراية والحيطة اللي ورايا فيها كمان تفاصيل مش حيطة بيضة لأنها لو حيطة بيضة ممكن أشيل الترايبود بسهولة الحيطة اللي قدامي كلها مراية واللي ورايا فيها أرت وورك بروح لافف مصور الأرت وورك ومركبه على الصورة وشايل الترايبود أوكي كده كده إحنا مش واقفين يعني كده كده إحنا بنصور وايرلس فدي كلها أفكار عشان نوصل لل... لل... إن أنا ببين الانتيرير يعني الاكستيرير one point perspective مكاني فين ساعات بختار مثلا على اللاين هنا بقعد اجرب هل هقف في نص السلالم وابين الجنب ده هل هقف على النص على الفيستا بتاع اللاين ده وكل ده انا عندي اوبشن اني اشيفت فانا بشيفت شمال فانا ممكن اقف على اللاين ده وبعدين اشيفت شمال لو عايز اكتر من التكوين هنا اوكي دي مثلا اهو وقفت هنا وجبت في التويلايت ممكن اتحرك شويه حسب حسب كل توقيت بيديني انا بختار انجل مختلفه، انا عارف الرينج بتاعي، عارف ان انا عايز ون بوينت بيرسبكتيف هنا بس هل هو على اللاين ده ولا ممكن على السومينج بول يبان الجنب بتاعه، فكل توقيت بيديني واحده احلى، ساعات هنا دي تبقى احلى، ساعات دي تبقى احلى. اوكي. طيب هنا هتكلم شويه عن فكره الروتين، ان انا عايز دايما لو انا واحد بيصور كل يوم او كل يومين فانا عايز ابقى افيشنت جدا بس في نفس الوقت ابقى يعني اطلع نفس البرفورمانس اللي انا بطلعها وكل شويه اطلعها بمجهود اقل فكل شويه بطور من التولز السنه فبعمل روتين لنفسي ان انا عندي بروسيس البروسيس بتبدا ازاي وببدا كل شويه اطور منها طيب روتين لما انا بقول كلمه روتين الناس بتفتكر ان اتس بورينج اتس ما فيهاش وده بنسبه صغيره حقيقي فانت بتعمل ايه انت الهدف انك الروتين بتعمله علشان انت مش عايز تبذل مجهود كتير فالروتين بيسهل لك شويه ان يعني انت تبقى افيشنت فليت سي مثلا انت حاطط خلاص انا دايما عارف زي كده لما حد يقول لك انا حاطط لبسي مش بقعد افكر فيه كتير عشان ما اضيعش وقت حاطط لبس معين هلبسه اول ما بصحى بلبسه نفس الكلام انا بحط الشنط بتاعتي التولز بتاعتي بطريقه معينه ودايما بتحرك بيها عندي خلاص زمان كنت مثلا بسوق وبعدين لقيت نفسي إن مش هينفع اسوق قبل شوت ولا بعد شوت في مصر فقررت ان انا اوكي طب ليتس سي نجرب اوبر جربت اوبر لقيت مشاكل طب ليتس سي بس طبعا يعني لو تقدر بعد كده بجيب درايفر اوكي لقيت ان ده احسن وكل شويه بطور لو قدرت في البروسيس ماشي لان انت مش هينفع مثلا انا من تجربتي يعني ان مش هينفع مثلا اسوق في شوارع مصر وانا دماغي عماله شغاله كده وبعدين اروح ابدا اصور بلاقي نفسي ان انا مش مركز او ان انا في سنه ديسكونفورت اوكي فانت تحاول انك توصل نفسك ل للكومفورت عشان تقدر لان المش... الشغل ده شغل مرهق انت ممكن تبقى متخيل ان انا يا سلام وبيروح يصور وبيخلص في نص ساعه وبيمشي اظن انت دلوقتي متخيل انا بعمل ايه من ال... عشان اجيب الرياليتيز دي كلها انا بقعد الف طول اليوم فده شغل مرهق فانت لازم زي كده ميتافور انا بحب اقوله في التنس انا كنت ب... انا بلعب تنس كنت زمان وانا صغير بشكل قوي يعني ولحد دلوقتي بحاول العب فلو مثلا ابطل خمس شهور واجي ارجع العب وانتوا كلكم هيبقى عندكم اكزامبلز زي كده في الرياضه تلاقي نفسك انك بتبذل مجهود جامد جدا عشان تطلع كرة يعني معقولة ماشي اللي هو بيقول لك انت عمال بتحزق قوي بعد شهر انت بتعمل نفس الحاجة انت ما انت ما غيرتش حاجة بعد شهر تلاقي نفسك انت بتبذل مجهود اقل وبتطلع كرة اقوى اوكي ده ده زي بنقول عليه فتنس يعني او انت بقى عندك نفس وبقى عندك بتوصل في عوامل كتير قوي عشان انت بتعمل نفس الحاجة فانت عندك روتين عندك بروسس بتعملها كل يوم خليتك ان انت بعد كده الحاجة اللي انت صعبة قوي تعملها في الاول بتعملها دلوقتي بمجهود اقل جدا ماشي فانا كل كانت مشكلة اي تقابلني يعني اي ريزيستنس مثلا ليتس سي مثلا زي ما قلت لكم اوبشن الدرايفنج ده اوبشن تاني لما كلاينت مثلا يكلمني ويقعد يرغي معايا في التليفون نص ساعة اوكي okay. طيب احل المشكلة دي ازاي في الاول كنت بدات اعمل تمبلتس يعني ايه يعني انت دلوقتي محتاج شوت، اوكي؟ خلاص أول حاجة هبعتها لك الديتيلز اللي أنا محتاجها. وابعتها لي على الإيميل. تلاقي بقى في ريزيستنس، طب ليه الإيميل؟ طب ما واتساب، طب مش عارف إيه؟ كده بقى. فتبدأ واحدة واحدة تبدأ تفهم الكلاينتس توعك، علشان أنا عندي ما عنديش وقت إن أنا أعمل كذا كذا كذا، فأنا لازم نسرع البروسيس، اوكي؟ ناس بتاخدها، أنت برضو بتتعامل مع بشر، ماشي؟ مش بتتعامل مع مش بتتعامل مع ناس زي شوية ماشينز أو كده، لا. أنا مش ماشين ولا حاجة بس بس قصدي أنا ممكن لما حد يعمل معايا كده تمام حلو قوي يبقى بيرفكت مش كل الناس هتبقى ده رد فعلها في ناس تقول لك يا عم ده مش مهتم بيا ده بيتعالى عليا الكلام ده اوكي فبدات واحده واحده ان انا افهمهم بالراحه وان انا وبعدين انا برضو شخص مش سوشيال قوي فريسنتلي بقى في الاخر اتصرفت ان بقى في حد عنده البوزيشن ده ان انا علمت كل حاجه وهو بياخد الموضوع كله وانا بروح اعمل الحاجة اللي انا بحبها اوكي فواحده واحده انت هتبدا انت طبيعي ان انا من عشر سنين كنت بعمل كل حاجه طبيعي واحده واحده تبدا تقلل الحاجات اللي فيها ريزيستنس عالي علشان تعلي الافيشنسي بتاعتك اوكي فدايما تفكيري ايه المشكله هنا واحلها ازاي دايما ده دا اول حل مش ان انا يا ده ده يومي وحش ده انا مش عارف ايه لا انا هحل النقطه دي ازاي وفي ابسط حاجات لو ممكن تفكر هتجيب الكوفي منين يعني انا بقول لكم ابسط ابسط حاجات تعمل الروتين بتاعك طيب وصلت بقى الروتين حلو قوي ابدا بقى واحده واحده فكر ازاي تدسربت الروتين ده ليه ليه الدسربشن لان اي روتين ما ينفعش انه انت كده مش هت انت لازم تمبروف الروتين كل شويه التكنولوجي بتتطور دايما عينك على التكنولوجي التولز اللي انت ممكن تحسنها اي اسئله دايما نسال ليه انا بعمل دي كده طب ليه ما ينفعش اعملها كده جرب في يوم عندك مثلا يومين فاضيين انا كل ما بيجي لي اوقات فاضيه مش بقعد اريح فيها بقى طبعا انا بريح فيزيكلي بس منتلي شغال ان انا ازاي اطور من البروسيس بتاعتي علشان لما اجي اتزنق تاني قدام ما اقابلش المشاكل اللي انا قابلتها الشهر اللي فات مثلا اوكي وهقول لكم الديسربشنز دي ساعات مش انت اللي بتعملها قاصد يعني ايه؟ يعني مرة أنا مثلا قررت إن أنا عشان أنا أورجنايزد أوي يعني فقلت في شنطة مرة زمان أوي كنا بنصور بإضاءات كونكتد بالحيطة مش 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 باتري باورد ماشي كونكتد بالحيطة فعندنا كابلات كتير أوي فأنا قلت بقى مرة كده كنت رايق قلت هعمل شنطة للكابلات بس طبعا أسيستنت جه هو مش عارف البروسيس دي راح واخد الشنطة بتاعتنا وإحنا كنا بنصور في الساحل بعد ما وصلت الساحل لقيت ان انا ما عنديش الكابلات مش معايا اصلا فبدات ده ديسربشن ده ديسربشن اول حاجه بتيجي في دماغي اولا طبعا لازم ازاي اتعامل معاها حاليا لان ده شوت لازم نعمله فبدانا نستخدم السبيد لايتس لو تفتكروهم يعني دلوقتي كل حاجه بقت جودوكس وبرو فوت والكلام ده بس زمان كان عندنا جودوك سبيد اه لايتس اللي هي الفلاش اللي بيركب على الكاميرا عندنا كل الموديفايرز فبدانا بقى ازاي نركب الاضاءات فبدات فكره الكومبوزيت لايت معايا من هنا لان انا زمان كنت بضرب اضاءات كبيره قوي على السبيس بدات واحده واحده اقلل ده اقلل ده ده بدا يطور معايا حاجه ثانيه خالص بعد كده بدانا نرمي اصلا الكابلات والاضاءات دي كلها ونبدا نجيب بوكيت ويزرز على اضاءات صغيره ونبدا نستخدم تكنيك مختلف فدايما فكر ازاي او مثلا حد من الاسيستنتس يسالني انت البولارايزر الفلتر ده بتستخدمه على العدسه دي بس ما بتستخدموش على الـ 19 ليه؟ ال19 اللي هي عامله كده ما بيركبش عليها فلتر ففكرت طب ليه صحيح طب انا ممكن انا مش دايما ببقى احتاج البولارايزر على كل الصوره انا ممكن احتاج البولارايزر اقفل بيه ريفليكشن على حيطه بس فممكن امسكه بايدي واحطه على العدسه كده جربتها نفعت فدايما الاسئله اللي انت بتسالها في الروتين بتاعك بتطور لك حاجات وبتبدا تخلق حاجات جديده فده الكونسبت كله في اي اسئله في ده تمام حلو ده بروجكت نزل السلام ده برضو نفس الانتيريور ديزاينر في البحرين انا هعدي عليه بسرعه بس عايز اوريكم شويه حاجات هنا هنا دي صوره مثلا لو انا بصور للنزل نفسه ده ده بوتيك هوتيل يعني فدي الشوت اللي بتبقى عايزها الوايد انجل لكن الديزاينر مش بيحتاج قوي الشوت دي هو بيحتاج الشوتس اللي هي زي كده اللي هي الميدل شويه الكلوز ابس اللي بتبين علاقات حاجات معينه وفيها فريمنج فممكن الشوت الوايد دي انا ابقى مقرر منها اني هاخد 3 أو 4 شوتس تانيين هم اللي هيبين هيبينوا قصه المكان ده لان دي ممكن تبقى زحمه جدا لحد عايز يشوف الديزاين فدي الاكزامبلز اللي هو انا بطلع هنا مثلا في الدور التاني وجايب ال وطبعا توقيت بختاره، التوقيت بتاع الشمس انا مختار التوقيت ده علشان الانجل بتاع الشمس وعشان كمان يعمل لي الباترنز اللي هي بتبقى شويه لان لو ما فيش الشادوز دي الارض في الفور جراوند بتبقى فاضيه قوي وممله، لو الارض فيها باترنز مش هختار توقيت الشادوز ده، ف انا بفكر انا اللي بعمله ايه؟ ان انا بروح ابص الف في المكان واشوف الاضاءات الحاليه ايه اوكي؟ وبعدين عندي تخيل من الابلكيشن الشمس هتتحرك ازاي؟ فعندي تخيل الشمس هتمشي ازاي وهتشدوس هتخش فين؟ فبسكيول اليوم بتاعي كله من اوله لو انت عندك وقت انك تروح اللوكيشن قبل ما تصوره بكذا يوم ايفن بيتر لانك عندك تخيل احسن اوكي؟ وعندك وقت تقعد تفكر يعني الباترنز دي لو كانت محطوطه في هنا كانت الشادوز دي هتبقى ديستراكتنج قوي كنت هاخدها في توقيت تاني ما فيهوش الشادوز دي اه شو بصي هنا انا عندي هجيب لك الفيديو ده انا بجيبه كده لحظه واحده انا عايز حد بس يساعدني تعالى كده لحظه عايز اجيب ده انقله هنا او اشغله يعني اه طب انا لو جبت الفولدر ده كله كده ايوه خلاص 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 اي figured out اوكي okay, اوكي okay. مش ده آه. موضوع الـ Two Walls ده الـ Two Screens ده أنا كنت جبته بس مش عايز دي أيوه مش عايز دي مش عايز دي أنا عايز ده هو بيفتح فين بقى؟ الفيديو ده عايز أفتحه في السكرين Screen دي مش الـ Screen دي <applause> ماشي أصل أنا ده مش عارف أفتحه بس هنا كده أو نشده إزاي؟ أنت عايز إيه؟ أه ما هو الماوس كان هناك <applause> استنى أيوة, أيوة. أيوه أخرج لك من ده؟ يا أه أه أهي تحت ثانية

ايوه اهو بس خلاص ما كنتش عارف اشد بس طيب بص دي هنا ال ده الابلكيشن اولا هو بيفهمني الشمس بتغرب امتى وبتطلع امتى في المكان اللي انا فيه يعني هنا في دبي ماشي وبيقول لي الجولدن اور امتى والبلو اور والاسترونوميكال البلو اور ده هي مش اور يعني هي بتبقى تم 15 مينتس حسب طبعا مكانك في البلد فين بس ده التوقيت اللي هو بيسموه توايلايت شوت او بلو اور شوت اوكي اللي هو بيبقى السما زرقاء والاضاءه الامبيانت وورم فبتبقى كومبلمنتري colors شويه طيب وبعدين لما بتخشي بقى هنا ثانية هو هيشتغل دلوقتي بتخشي على augmented رياليتي كده اوكي في اللوكيشن اللي انا فيه انا هنا بصور اوفيس بيلدينج في دبي بعرف الشمس هتبدا تطلع امتى الساعه 8 هتبقى فين 9 10 11 كده حركه الشمس على المكان فانت لو رحتي بدري في اللوكيشن هتعرفي الشمس هيتحرك فين بالظبط فتقدري تتخيلي شادوز هتبقى عامله ازاي تصوري انهي واجهه في انهي توقيت فهمتي قصدي ماشي نرجع بقى لده اوكي فمثلا يعني مثلا الروم دي اللي هي دي انا عارف الشمس هتعمل كده امتى في رينج يعني فببقى عامل كتاب يعني ببقى كاتب كده ببقى عامل سكادول الانجلز بتاعتي كلها تبقى امتى تتاخد امتى ولو اتاخرنا يبقى معناها ان الانجل دي تتاجل بقى ليوم تاني لو انا عندي كذا يوم في المكان ممكن لان في فاريبلز ثانيه ممكن تحصل غير غير اللايت يعني مثلا بتصور في مكان ولسه مش مجهزين حاجة في ناس بتجيب أكسسري في ناس ب... في فاريبلز تانية كتير قوي مهم الواحد يبقى هادي كده علشان كل الفاريبلز اللي براك انت بتتعامل معاها ما ينفعش انك انت تلوز فوكس او ان انت تتعصب او أي... اي حاجة انت لازم توصل انت عايز توصل لهدف معين الشوط دي راحت فبنخش نركز على اللي بعدها ودي هنشوف هنتصرف فيها ازاي اوكي لازم دايما تبقى هادي لان ده بيأثر على المينتاليتي بتاعتك او تركيزك نفس الكلام لما قلت لكم لازم تبقى comfortable يعني لابس جزمه مريحه لانك انت بتعمل مجهود جامد اي تعب جسماني هياثر عليك منتلي يعني هتفقد تركيزك شويه وده كلام نفس الكلام ده في الرياضه كمان فمهم قوي ان انت تبقى دايما مركز يعني وطبعا الاكسبيرينس كتير والشغل كتير هتلاقي نفسك واحده واحده البرفورمانس بتاعك بيتحسن كده كده هنا مثلا كان الديزاينر قال لي انا محتاج اركز قوي على الستير كيس ده لان ده حاجه ايقونه بالنسبه له وما كانش يعني ما كانش عندي لي عنده ليه صور مهمه يعني كان مهم ده بالنسبه له اكتر من الرومز مثلا الاكستيرير مثلا هنا الكونتكست ده ده بيلدينج قديم واتعمل له رينوفيشن بقى بوتيك هوتيل اوكي فهل بتفكر دايما هل هنختار ان علشان هو بوتيك اوتيل ممكن يبقى في اتجاه انه يبقى حاجه لكجري فتجيب مثلا عربيه سوبر كار وكده وتعمل كونتراست مع البيلدنج او انك او ان انت هدفي ان نبين ان ده متماشي مع الكونتكست فهتجيب مثلا شخص او عجله او حد من الانفايرمنت من المكان ماشي فدي كلها قرارات انت بتقررها والاثنين ممكن يبقوا موجودين في الواقع ماشي عشان كده بقول لكم في ديفرنت بس انت بتختار بتختار ايه اللي يتماشى مع الفكر اللي انت ماشي بيه دلوقتي. النايت شوتس ممكن برجع بقى وابص على كل الانجلز اللي كانت عجباني الصبح وخدتها واشوف يعني هنا مثلا المود مختلف شويه اوكي هنا ما كنتش خدت دي الصبح لان كانت مثلا عكس اللايت قوي في التوايلايت او بالليل بتبقى افضل اوكي الشوت دي مثلا ما كنتش خدتها الصبح لان في فرق جامد قوي في الدايناميك رينج وما كنتش هجيب المود اللي انا عايزه هنا دي الوول اللي جوه دي دي وول بتتحرك لما حد بيمشي جنبها وبتبدا تنور وتطفي اوكي فكنت باخد شوت واقعد اركب يعني مثلا دي شكلها مش عاجبني هنا فنستناها ونركبها من شوت تانية لان كل دي ماسكس انا بركبها ببرشز كده بس هي في الحقيقه ممكن تحصل ات سام بوينت لان هما بيشتغلوا راندوم فهم ممكن في لحظه ما كلهم يبقوا مفتوحين بزاويه معينه حلوه في نفس الكلام هي نفس الكلام ان انت بتتعامل مع التايم ازاي طيب اخر كونسبت عايز اتكلم فيه فكره اللون جيم ان انا دايما بفكر ان اركتكتشر فوتوجرافي دي اتس ا لونج جيم يعني ايه يعني انا مش بفكر حاليا ايه اللي بيحصل دلوقتي انا عندي بروسيس وعندي روتين وشغال اوكي انا بفكر لقدام الديزاينر ده هيبقى ايه قدام؟ اوكي؟ البروجيكتس دي هتعمل معايا ايه قدام؟ فدايما انا بفكر لان خدوا بالكم العصر اللي احنا فيه ده كل حاجه سريعه، كل حاجه سريعه، فهتلاقي مثلا حد كلمني بيقول لي نور احنا عايزين شوت بعد بكره. لا ما ينفعش. انا عندي بروسيس. وات ايفر بقى انت عندك فعلا شوتس ولا لا؟ انت بتحط بروسيس لنفسك علشان تريح نفسك قدام، اوكي؟ الديزاينر ده انت مش بتقول له كده علشان ترخم عليه او كده، انت بتوضح له انت بتشتغل ازاي، ايه الطريقه اللي انت بتشتغل بيها اللي هتحقق افضل نتائج. لو احنا متسربعين احنا الاتنين مش هنحقق افضل نتائج ومش هنعرف نتفق بالذات لو انت حد جديد لسه بنتعرف على بعض. فبالتالي بتحط لنفسك بروسيس و وبالراحة بتفهم الناس البروسيس بتاعتك وما تشغلش بالك وما تضايقش نفسك ان الحاجة ما جاتش لأن هي ما كانت لو كانت جت كان ممكن تضرك أكتر ما تفيدك أصلاً. أنت في دايماً حاجات إحنا بنفكر فيها وهي ممكن ما تبقاش حقيقية يعني بقول يا ده كان ممكن يبقى كذا ممكن يبقى كذا دي كلها حاجات أنت نوت إن يور كنترول مش في مش في التحكم بتاعك. أنت ركز إيه اللي في التحكم بتاعك؟ اللي في التحكم بتاعي دلوقتي إن أنا أحط بروسيس حلوة كويسة بعرف أشتغل بيها وأشرحها لكل الناس فلما يجي حد أقول له البروسيس بتاعتي كذا 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 وبنتفق على على نيكست ويك أو بقى أفتر تو ويكس وهكذا اللي بيحصل إيه وده بقى من خبرتي بقى اللي بيحصل إن الناس كلها لما بتفهم البروسيس بتاعتك لما بيحتاجوك بيجولك بيشتغلوا بالبروسيس دي فبتلاقي إنك أنت بتطلع أفضل نتائج المشكلة إن الناس بتتأثر شوية بالشورت اللي هو أنا محتاج حاجة دلوقتي محتاج أجرب أعمل حاجة دلوقتي لا وخد بالك إن أنت لو أنت فعلا محتاجها جدا أنت ما تحطش نفسك في ظروف صعبة جدا يعني مثلا حد بيجي يقول لي أنا دفعت كل فلوسي وجبت التولز جبت الجير يعني ومعيش دلوقتي فلوس طيب أنت دلوقتي لو في السيتويشن ده فانت طبيعي هتقبل باي حاجه مش هقدر اقول لك لا <applause> حط البروسيس بتاعتك واعمل كذا لا انت دلوقتي في في سيتويشن ضعيف والكلاينت هو اللي في سيتويشن قوي وانت اللي محتاجه باي طريقه فطبيعي ان انت كده هتستغل ولازم تبقى فاهم ده طيب نعمل ايه لازم تحط لنفسك سيفتي كوشن يعني ايه يعني اشتغل شغلانه تانية لو انت حابب الفوتوغرافي انا ده بقى بشكل عام اشتغل شغلانه تانية تغطيك تخليك في موقف ان انت تقدر تحط البروسيس بتاعتك اللي تساعدك انك تعمل شغل كويس اوكي فدايما فكر في اللونج جيم ان دي حاجه انا اللي انا بتعامل معاه دلوقتي ده مثلا ساعات ناس من التيم معايا يبصوا على مشروع يقولوا لا ايه المشروع ده وايه كده وبتاع ومش عاجبنا وبتاع انا ما بفكرش في ده انا بفكر ان انا هعمل شغلي بافضل طريقه ممكنه طالما الشخص ده جالي ومستعد يشتغل معايا خلاص هشتغل معاه بعد خمس سنين ممكن الشخص ده يبقى حاجه تانية انا ما اعرفش انت دي حاجه بره الكنترول بتاعي تاني فانا بركز ايه ان ماي كنترول اوكي طالما الشخص بيحترمني وبيتعامل بالبروسس بتاعتي هشتغل معاه ده ده كل البوينت يعني طيب ده مثلا اكزامبل لديزاينر لكلاينت عندي في الكويت نفس الايشوز اللي هو مثلا ممكن تبقى دخلت في نيجوشيشنز ووجعت دماغك وانت دايما واقف على موقفك ومختار البروسيس بتاعتك ات سام بوينت بيجربوا يقولوا خلاص ده شكله واحد بروفيشنال هو عارف هو بيعمل ايه هنجربه في الاخر وبدون ان انت توصل لمرحله انك تضايق حد منك انت بتشرح له ان دي افضل حاجه انا اشتغلت بيها ودي الطريقه بتاعتي اوكي؟ اه لان الرياكشنز دايما اللي هي بقى حاجات اللي بره الكنترول بتاعك مش كلها بوزيتيف ممكن تبقى تقابل الناس، بتقفش عليك، تقابل الناس، بتضايقك، تقابل ناس بتقول لك كلام مش حلو، ما تتأثرش بكل ده، أنت بتفكر في اللونج جيم. أنت بتقول له أنا آسف جدا، حتى لو هو بيقول لك كلام مضايقك ومعصبك، أنت ترجع تاني تفكر أنا بعمل حاجة بحبها وعايز أكمل أعملها، والشخص ده ممكن بعد سنتين يرجع ويشتغل معايا، فأنا هقول له أنا بشرح لك البروسس. دي مش حاجة تضايقك، أوكي؟ okay? تمام طبعا ايزير سيد ذان دان لان انت ساعات انا اي بني ادم طبيعي هيتعصب ماشي بس دايما فكر نفسك عشان كده انا دي كان محتاج حاجه برضو اقولها ان بنقابلها كتير جدا يعني انت بتتعامل مع مع بشر يعني فرجعوا واشتغلوا معايا وعملت صورت معاهم اربع مشاريع في الكويت وبعد كده هم دي ريكومندد مي للاونر بتاع بروجكت في السعوديه وبدأ يبقى علاقة، العلاقات دي اللي هي بتاعت الاركتكتشر فوتوغرافي بتكمل على طول ما بين الاركتكت وما بين الفوتوجرافر، ولما الاركتكت بيرتاح للفوتوجرافر بيفضل يكمل معاه مشاريع كلها لأن هي بتبقى مسألة ثقة. بيبقى بيبقى خايف جدا إنه يجيب حد جديد يجرب فيه لأن مش دايما بيبقى عنده اكسس إنه يدخل الفوتوجرافر في المشروع ده في وقت معين ونقفله وفي لوجيستكس تانية كتير قوي مش لازم أوجع دماغكم بيها بس مش دايما بيعرف انه يصور البروجكت بتاعه اوكي okay. فمحتاج يختار حد يبقى بيثق فيه وانت لما بيبقى عندك بروسيس تبقى كونسستنت هو بيثق فيك وبرده اون ذا اذر هاند الناس اللي هي بتبقى انا بتكلم معاكم بصراحه يعني الناس اللي هي بتبقى تو فريندلي قوي يعني مثلا حد ده ناحيه والناحيه الثانيه بقى الناس اللي بتخش تو فريندلي قوي عليك واللي هو كله بالحب والكلام ده انا برجع تاني وباخده للبروسيس اوكي لان انا مش مش دي شغلتي ان انا اقعد اجامل في ده واعمل في ده ما, عندنا ما بيبقاش عندنا الوقت لده احنا احنا بنعمل نحاول دايما ان احنا نعمل افضل شغل لكل الناس بغض بغض النظر الشخص ده بيحبني او ما بيحبنيش او بيكرهني او بيقول كلام عني في ناحيه مش مش فارقه مش ده مش ده يعني مش not in my control, okay؟ أنا بعمل شغلي كده كده. طبعاً الحد بقى اللي بي, اللي بي اللي مش عارف أنت تعمل معاه البروسيس هو ده اللي ما تشتغلش معاه، يعني أنت بتشرح له البروسيس وهو بيجي يخالفها. تقول له مثلاً احنا محتاجين كذا يروح ماخر لك الاكسس مثلاً، ما يديلكش بيرميشن، يعطل لك حاجة، يقول لك احنا عندنا شوت هنا ويطلع في لوكيشن تاني او مش عارف يفضي المكان، اوكي؟ فدي كلها بقى حاجات خلاص ما مش هعرف اشتغل بالطريقه دي فبتقول لا كده مش هنعرف نشتغل. اللي هو مش بيحترم يعني البروسيس بتاعتك. دي من الشوتس اللي اللي كانت بال 19 مللي تلت شيفت وبعدين لو تاخدوا بالكم الاعمده هنا اللي على الشمال دي لو انا رجعت ورا كمان هتخش معايا في الشوت فكان لازم اشيفت واخد تو شوتس تحت وتو شوتس فوق عشان كده الاسبيكت ريشيو بتاعها مربعه اوكي okay? لان هي انا دي حاجه مستحيله تتاخد باي عدسه تانية غير شيفت لينس اه ايه بنركب الشيفت على بعض كانك بتحطي صفحتين جنب بعض عادي جدا لان هي الصوره ما فيهاش اي اختلاف هي واحده تحت وواحده فوق آه, اه اه لا انا باخد شوتس الاول وبعدين بشفت العدسات الشيفت دي بتبقى على جير كده بتتحرك وبتطلع لفوق وبعدين بناخد بتعملي اوفرلاب حته عشان بس تضمني ان انت ما طلعتيش بره وفي حته فاضيه في النص ها دايما بتعملي اوفرلاب حته صغيره وانت بتعملي الاستيتشنج آه نور انا عندي سؤال هنا اه اوكي منيح إيه. ازاي اتعاملت مع الكتابه بقى في حاله التلت اند شيفت في الصوره اللي فاتت؟ يعني ما يعني ما حصلش مش عارفه متخيله ممكن يبقى في صعوبه في تركيب لا لا خالص انا هنا انا الفكره ان انا ما ببصش لفوق ولا تحت انا العدسه بتشيفت لفوق كانك زي ما قلت لكم انتوا عندكم ايمج سيركل كبيره قوي والسنسور عايم في النص كده لما انا بشيفت انتي كانك بتاخدي نفس الصوره بس يعني بتكملي لفوق فالصور بتركب على بعض عادي جدا ما فيهاش اي مشكله انا بس بأوفرلاب حته وبعدين بركب الصور فوق بعض ما بيحصلش اي مشكله في التلت شيفت لينسز المشكله بتقابلك لو انتي نزلتي او طلعتي بالترايبود او بصيت لفوق وبصيت لتحت لان برضه نزلت وطلعت بالترايبود انا غيرت النقطه بتاعتي فالبرسبكتيف اتحرك فساعتها وعلى فكره التكنولوجي دلوقتي انت لو رميتيهم كده الفوتوشوب وقلت له ركبهم بيركبهم يعني بيتشقلب هو وبيركبهم لك ولو بقى في اي مشاكل ممكن بقى تيجي انت تعدليها بعد كده تحطي بقى اللاير تاني وتظبطي لو في حاجه في مشكله في الكتابه بس التلت شيفت يعني سهله جدا جدا هي التولز عامه فكره التولز ان هي بتسهل عليك حياتك مش تصعب فانا ما بجيبش اي تول غير وانا متاكد ان دي هتسهل عليا حياتي. ماشي؟ مش عشان منظره ولا علشان بجيب تول علشان يبقى اسمي عندي تولز ولا الكلام ده خالص. انا على فكره انا قعدت سنين بكاميرا يعني انا 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 فاكر في 2007 كان معايا كاميرا وبدي كورسات لناس معاهم كاميرات اعلى مني بكثير جدا. جدا يعني ومش متخيلين ان انا بصور بالكاميرا اللي معايا دي. المش... الفكره في العدسات انت يو انفست في العدسات اكتر الكاميرات دي بتتطور كل سنتين زي الموبايل لكن انفست في عدسات كويسه هتعيش معاك 10 15 سنه وطبعا انفست في الترايبود طالما بنتكلم في تولز يبقى لازم نتكلم على ترايبود واتكلم على هيد خدوا بالكم ان الهيد اهم من الترايبود كمان الهيد اللي على الترايبود دي هي دايما بتبقى 3 واي هيد بالنسبه للاركتكشر فوتوجرافر ما بنستخدمش البول هيد اللي هي تفتحها وتلاقيها 360 كده لان انا عمري ما هعرف اظبط اللاينز كلها والبرسبكتيفز بحاجه كده سايبه في ال 360 ده صعب جدا فانت اسهل لك تجيب 3 واي هيد ال 3 واي هيد بتفصل لك كل اكسس يعني الهيد هتحرك الكاميرا كده وكده وبعدين روتيشن كده وكده وبعدين كده وكده ماشي تلاتة اكسس منفصلين كل واحدة بدراع لأن أنا بختار الأول النقطة بتاعتي وبعدين أتأكد إن أنا بقعد ألف كده وكده أتأكد إن أنا عمودي على الحيطة لو أنا باخد 1 بوينت بيرسبكتيف وبعدين أطلع وأنزل لحد ما أتأكد إن أنا باصص هوريزونتال ده كده الهيد وبعد كده أروح طالع بقى للعدسة أشوف أنا هشفت فين ماشي في بقى الهيد اللي هي 3 واي في منها بقى هيد 3 واي جيرد جيرد يعني ايه؟ يعني بتمشي على تروس كل اكسس بتلف بتمشي على تروس فهي اكيورت قوي لو هي مش على تروس الثري واي العاديه انت بتفتح الاكسس ده يبقى فاضي يعني كده بتتحرك فريلي وبعدين تقفل ماشي؟ في بقى ثري واي يعني طبعا كل اللي انا بقوله ده يو جوجل هتلاقي انواع انواع ديفرنت تايبس عندي سؤال اه انا كنت عايز اعرف امتى بتوري الكلاينت الشوت وفي في صوره كده انت قلت الكلاينت كان عايز كذا فده جزء من البريف اللي هو بيقوله لك قبل ما انت تبني الكونسبت بتاعتك اه فانا متخيله انه في ديبيتس كتير بتحصل زي مثلا لو انتيري ديزاينر هو ماشي بكونسبت معينه وعايز يشتغل بيها وبيحاول ان هو يوصل لنقط مشتركه مع الكلاينت بتاعه م. فاي ثينك برضو ان الفوتوجرافر بيقابل ده انه مثلا انه هو عايز يصور حاجات معينه وانت في دماغك كونسبتس معينه عايز تعملها لا بص في 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 فرق في في حاجتين دلوقتي في في حاجه اللي هو الريكويرمنتس اللي هو هو عايز يصور الخمسه سبيسز دول دي ريكوايرمنت لكن شغلتي انا ان انا اشوف له افضل فيرجن لكل سبيس فانا بختار الانجلز لكل سبيس اوكي لان السبيس ده هو هيتصور بس ايه افضل انجلز ليه؟ دي شغلتي انا مش شغلته هو. اوكي الفيدباك بقى هو المفروض بيشوف الشوت بعد آه. يعني طبعا لا انا انا بخلص اه يعني بعد ما بصور لازم تسيب بعد, الـ بعد مو... اصلا بعد اه طبعا ما طبعا يعني هو لو حب ان هو ياخد حاجه تا... شوت تاني او لا أي هو حاجة. هو بيديني الريكوايرمنتس وانا بديله الصور بتاعت السبيسز دي ده 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 التعاون ما بين يعني هو بيبقى هي المفروض ان الاركتكت تراست يو انتي كفوتوجرافر ان انتي هتصوري الاماكن دي بافضل شكل، دي شغلتك. يعني 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 زي اي سيرفيس انا مثلا رحت ريستورانت بقول له انا عايز اكل كذا. هو اللي هيختار كل الانج يعني الطريقه والانجريدينس والكلام ده ويديهاني. في ناس بقى بتقعد تقول له لا انا عايزه كذا انا عايزه كذا وممكن يبقى هو اصلا هو شغلته الشيف انه هيطلع لك افضل حاجه. اتس اباوت تراست في الاخر تراست الناس اللي هي بتجي لي بتبقى جايه لي علشان هم شافوا شغلي فهم شافوا البورتفوليو بتاعي فعايزين عايزيني انا عشان انا عندي طريقه شغل هم شافوها اوكي okay? بس هم ما شافوهاش على البروجكت بتاعهم دي دي النقطه فعايزين يجيبوني عشان اصور لهم البروجكت بتاعهم بافضل شكل فانا بطلب الريكويرمنتس زي ما انا وريت كده بطلب الريكويرمنتس ايه السبيسز عايز اقول لك ان في ناس بترجع للريندرز بتاعتها تظبطها زي الانجلز بتاعتي علشان شافوا ان الانجل دي كويسه وعايزين يبينوا فكره ان احنا بيفور وافتر اللي هو الديزاين اند بيلد فاهمه؟ ففي الاخر انت كاركتكشر فوتوجرافر انت شغلتك انك تطلعي افضل انجل في افضل توقيت بافضل اضاءه وكل ده. في اي اسئله ثانيه؟ هو انا خلاص انا بخلص لو في اي اسئله ممكن اسألها دلوقتي وانا بعرض المشروع ده ده بروجكت على النيل فكره بقى الديناميك رينج فكره توقيت ان انا ابين الفيو الشمس وهي داخله في المكان وكنت كمان بصور لللايت ديزاينر فبعد ما خلصت تصوير الدي لايت صورته كمان نايت علشان ابين الشغل بتاعها لان في الدي لايت هو ما فيش لايتنج يعني اللايتنج ديزاين مش باين الشوتس اللي زي كده مثلا اللي هي بتطلع في النيل انا مش هغير اللي حصل ده ما اعرفش انا مش هغير الواقع هو الدنيا قفلت في تايمر او حاجه اقفل عليه اقفل عليه <applause> خلاص انا بخلص لو في اي اسئله اسالوها الشوت لو انتوا كنتوا لحقتوا تشوفوها يعني الفكره كلها ان ده برايفت لاونج على النيل وراه بقى السيتي بكل بقى الديستراكشنز والمشاكل والعمارات وكل ده فانا طبعا مش هروح حاططها في في منطقه تانية واشيل المباني اللي انا بعمله ان انا بلعب بال بالاضاءه شويه ان انا افتح البيلدنج بتاعي واغمق شويه الباك جراوند اوكي اه أو كان عشان افصل شويه فعينك تروح دايما عينك بتروح على الحته الفاتحه في الصوره فالبيلدنج كله كان ابيض ففتحته شويه ورحت بقى عامل سلكشن للباك جراوند كلها ودي حاجه احتمال تحصل في الواقع لو الشمس نزلت بزاويه معينه على البيلدنج والدنيا اتضلمت ورا شويه ف بنتعامل بالموضوع ده بس طبعا يعني اب تو وبعد كده الموضوع بيبقى شكله مش حقيقي اه انت بتتكلمي على الصور اللي فاتت هنا اه ولا ده كان ريالتي فعلا انه كان يعني لا انا مش حاطط له اضاءه انا بقى انا هنا ما استخدمتش هو شوت تانية آه آه دي؟ لا اللي قبلها في في دي اه هي دي اه لا انا مش حاطط له اضاءه هو في دي لايت داخل انا بس بتعامل خدي بالك ان هنا في دي لايت داخل من هنا ومن هنا فبرضه اصلا السيتويشن نفسه حلو يعني الاضاءه كافيه جدا ان انت تصوري صوره وتطلع مظبوطه اللي هيحصل معاكي بس ان الفيو هيبقى اوفر اكسبوزد قوي فتبتدي تاخدي شوط اغمق شويه وتركبيه اه يعني ممكن تكون مثلا دي لسعه مثلا شويه وانا بصور أيوة، عادي ايوه كل الشوتس دي هي براكتس هي خمسه شوتس اوكي وانا باخد اللي بره من الشوط الغامقه وبركبه وباخد حاجه مظبوطه في النص للي في النص ولو في هنا حاجه غامقه باخدها من افتح اوكي تمام وبنركب ده انا بستخدم براش اللي هو الوكم واكني ب... ب... اكني ب... بعمل كده بفتح يعني اكني برسم على الصوره بس أنتي بترسمي مجرد اضاءه يعني كأنك بتفتحي شويه الحته دي اوكي وكل وفي سنسيتيفيتي لل... للدوسه بتاعه البرش يعني انا بمشي الاول خفيف قوي في منطقه وانا بفتح بالذات وانا بفتح وانا بغمق باخدها سيلكشن يعني مثلا الفيو هنا احنا واخدينه سيلكشن محترم بالبين تول لان ده الشباك وبناخده من الاغمق شويه باوبستي بقى زي ما انت عايزه عشان تبقى شكلها منطقي لكن وانا بفتح بقى بفتح كده اكني برسم خفيف قوي وبعدين بتقل في حتت معينه لو عايز عينك تركز عليها اه اه تمام يلا النايت اهي دي الشوت اللي كنت بقول لكم عليها بغمق ورا والنايت شوتس اهي اه طيب انت اه جربت مره تصور مركب اه في النيل اللي هي المراكب اللي فندقيه اه لان انا متهيألي الاهتزازات والدنيا صعبه الايه الاهتزازات <applause> اهتزازات. انت اه بتاخد يعني منك اه بتاخد على لانشاتر سبييد انت اه بتصوري ايه ذهبيه ولا بتصوري نايل كروز كبيره النايل كروز الكبيره دي اصلا انا لما بصورها في الاقصر وبعدين بنتحرك ساعة الحركة ده بيبقى في الدي لايت عادي بصور في الدي لايت فالشتر سبيد سريع جدا فما فيش مشكلة. الانتيريور بقى كنا كانت راكنة كانت راكنة وبيثبتوها في الأقصر أو لما يروحوا أسوان. بس الذهبية بقى ممكن تبقى أصعب شوية، الذهبية دي بتبقى صغيرة قوي فممكن يبقى فيها هز شوية هتبدأي بقى تتعاملي بالتولز اللي معايا بتعلي بقى الأيزو وتبدأي توصلي للشاتر ما يبانش فيه الهز وممكن تاخدي وممكن هتلاقي نفسك مشاكل ان الترايبود نفسه ممكن يتهز من صوره لصوره فلما تيجي تركبي هتبداي تعملي الاينمنت عشان تركبي يعني هتصعب بس الامور بس هتوصلي للنتيجه اللي انت عايزاها في الاخر خلاص تمام ايوه اتفضل لا مش سامع حاجه ثانيه على فكره الصور دي كلها اتصورت بالايفون بتاعة بحرين ناشونال سنتر انا كنت في بريك مع ايوه اتفضلي آه كنت قلت في الاول انك الاول بتتعامل مع الديزاينر نفسه بتفهم الكونسبت من من البروجكت بتاعه او كده لو الاوبشن ده مش متاح او ما فيش اوت بوت فايه البديل يعني خلاص يبقى هو فولي تراست مي بقى ان انا اعمل البروسيس كلها يعني بتعمل مثلا مود بورد او كده معاه لا, لا 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 خلاص انا بروح وبعمل البروسيس بتاعتي كلها مع نفسي عايزه اسال اه اتفضل رحلتك بقى من معماري لمصور معماري يعني أوه. بدات ازاي او عرفت منين انت عايز ده هما هيطردونا كمان شويه <تصفيق> 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 بس هي ترانزيشن يعني جراديوال جراديوال انا قعدت اشتغلت اربع سنين بعد ما اتخرجت في كذا حاجه منها ديزاين بار تايم وتدريس في كذا جامعه وتصوير وبدي ورك شوبس كنت بجرب كل حاجه واحدة واحدة الوقت بقى مش بيسع كل ده وبتاخدي وبتبدأي بقى توقعي حاجات كده وانت ماشية وتركزي في الحاجات اللي انت بتحبيها. شكرا جدا انا اسف اني عطلتك. No, it was an honor having you today. Thank you so much for this amazing talk and uh, the appreciation trophy. ممكن round of applause.